الأهلي يكتفي بثلاثية الشوط الأول في شباك أسوان ويؤكد صدارته للدوري عن جدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك، فوز مهم، شوط جيد وشوط اقتصادي، فوز مهم وثلاث نقاط مهمين جدا ومعنويا زي ما انت قلت قمة الدوري. عندك مباراة كبيرة، الماتش الجاي بتديك شكل معنوي كبير جدا انت تخش المباراة الجاية انك انت بتروح وبتكسب بثلاث اهداف. الاهلي لعب شوط النهاردة اول لعبا ونتيجة الحقيقة، استعراض لجميع الامكانيات اللي موجودة في اللعيبة الفردية الجيدة اللي عنده اللي احنا اتكلمنا عنها قبل المباراة وفي الهاف تايم، محمود كهربا، حسين الشحات، عبد القادر وقفشة وباقي اللعيبة الحقيقة كله في أداء ثابت، أداء متميز، كل واحد عنده إمكانيات طلعها في الشوط الأولاني وفي الشوط الثاني الحقيقة. أنا بقول بلال في الشوط أو بقول لكم في الشوط الهاف تايم الأهلي هيجمد المباراة وهيلعب على القد، خدت بالك، للحفاظ على الفوز، ولو جه اي حاجه تانية راح بيها اهو. والاهلي تحس كده ان هو لعب على قد الثلاث اهداف بالزبط. ومش عايز يخاطر او لا، الاهلي هاجم وكان ممكن يجيب جوال لو هتتفرج على الشوط الثاني برؤيه شامله، يعني هتحس ان هو راح للجول كذا مره وكان ممكن يجيب كذا جول، وعبد القادر كان ممكن، وطاهر لما نزل كان ممكن، والقدوسي كان ممكن، ومروان شاط، وكله فيه ايجابيات يمكن ما كانتش موجوده في الشوط الاول. ايجابيات تصويبات، ايجابيات وصول، ايجابيات في حاجات قطريه بتتعمل الناحيه الثانيه، استلام وتسلم كويس جدا، كل ده بينفعك في الشكل اللي جاي. كل ده خدم النهارده الجهاز الفني في المباراه الحقيقه اللي جايه. احساس سان داونز وانت بتلعب في اسوان بره ملعبك وبتكسب بالثلاثه، ده برضو يخلي سان داونز يقول لك لا، اللي حصل في كاس العالم ده احنا مش ده بلس، ده ايجابي بالنسبه للاهلي مش ضد الاهلي. الظروف اللي حصل فيها وخسرت مباراه الهلال ده شيء عرضي مش ده الاهلي. وفي نفس الشكل انت بتقابل ملاعب مش جيده الصنع الحقيقه، ارضيات مش جيده الصنع كمان، وبتلعب وبتكسب. فالف مبروك النهارده الثلاث نقاط، الف مبروك وجود كهربا، وخلاص كهربا بصم ان هو لعيب موجود وليه حضور في المكان ده كمان. احنا كنا بنقول بيلعب على الاطراف بيجيد، بيلعب في النص بيجيد، النهارده احساسه في المكان ده محدش قادر يحسسني كويس غير على فترات اذا كان محمد شريف بينزل او حد بيترجم لاهداف كده، انما كهربا بيعرف يتعامل مع اللي حواليه كمان. يعني خلينا نتكلم عنه شويه، لانه لما يجيب لي جول في وقت انا محتاجه ومركز ان هو لازم يكون هو صاحب التهديف، فالحقيقه لازم نجيد ونشيد بيه يعني. فانا يعني بطلب منه الاستمراريه، بطلب منك تحافظ على نفسك وتكمل لي بقى في الماتش الجاي والماتشات اللي جايه بعدها، وكله ليك يا كهربا يعني. عايزينك بقى نخلص المشاكل اللي عندك ومش ان شاء الله وترجع تلعب الكره اللي نفسك فيها يعني. حسين الشحات راجل المباراه حقيقه، من مش احنا بس اللي قلنا ده، الرابطه كمان اختارته راجل المباراه. رؤيه واستكشاف للملعب ودايما بيبقى له حضور في كل مباراه. اللي كان ناقص من الماتشات اللي فاتت دي كلها ان كان يبقى التوفيق. اي مظبوط، كلنا قلنا من انصاف الفرص لازم يكون فيه اهداف. كان احمد عبد القادر النهارده اللي انا كنت نفسي ان هو يروح شايطها دايركت، راح وقف الكرة وهو عنده الرؤية وحط الكرة في الجون التاني اللي جابه. التاني ولا التالت عبد القادر؟ جول التاني. التاني قفشة اللي جاب الجول التالت. قفشة، قفشة ووجوده اللي انا قلت لك عليه دايما دائما وابدا لما يكون عندك لعيب ذو ثقل كده او في تقل قفشة في الملعب، لو هو حالته النفسية والبدنية بتأهله ان هو يلعب، قفشة لما يحب يلعب بيلعب، ولما بيبقى عنده مجهود وحالته البدنيه واقف على رجله في الملعب بيديك كره جيده جدا. وهقول لك على حاجه ثانيه، الفرقه لما بتبقى كويسه كلها اللعيبه كلها بتبين القدرات اللي عندها.
حتى لما لعيب بيغلط او اي حاجه ما اللعيب اللي جنبه ما ولا يهمه، بيروح يعوض الغلط اللي حصل وبيغطي على اي اخفاقات بتحصل. ده بيصب كله في مكانه واحده اسمها الروح. فلعيبه النادي الاهلي النهارده كانت روحهم عاليه، متكاتفين مع بعض، شايفين بعض وواثقين في امكانيات بعض، فتحس من الباص وتحس من الثرو باص وتحس من التعامل من الكوره، انا عندي ثقه ان انا لو جات لي هوقفها واشوطها واجيبها جول، انا عندي ثقه ان انا هلعب بالعرض، انا شايف اللعيبه اللي حواليا. وهو ده المفهوم اللي الفرق الكبيره بتلعب بيه. ليفربول، ريال مدريد، النهارده هتتفرج عليهم، لازم يبقى الاسماء الكبيره دي واثقه في نفسها. ايوه. واثقه في اللعيبه اللي هي تملكها، في السكواد اللي انت بتتكلم عنه. القيمه التسويقيه بتاعت الفرق دي الكبيره ليه يعني؟ لان كل واحد تقيل في الملعب عنده حاجه يقدمها لك وتتفرج عليه. احنا بنجري ليه نتفرج على الحاجات دي؟ انت بتجري ليه تتفرج وبتزعل ليه لما الاهلي ما بيكسبش؟ ها، لان ما ينفعش الاهلي ما يكسبش، ما ينفعش الاداره الثابته دي والشكل الثابت ده للاعمار اللي هي من 1907 لغايه النهارده ما تكسبش. ما ينفعش، ما ينفعش. انت كنادي اهلي، الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق القمه، الاهلي بيهد جبال، الاهلي عشان كده لازم تزعل لما بيتعادل. هي دي الفتره اللي حصلت في مباراه الهلال، مش هقول لك المباراه اللي قبلها، ده انت بتناطح مع ريال مدريد وبتناطح مع فلامينجو وبنتكلم نقول ايه؟ لا، كان لازم نكسب. عدت بس قصه ريال مدريد دي، عديناها عشان ده ريال مدريد، انما انت عايز الحقيقه؟ انت كنت هنا، كنت انا جيت اتفرجت معاك، فاكر على الماتش قاعدين مع بعض؟ أيوة. اول 40 دقيقه انت مضيع 3 4 اجوان بقى له وجود وحضور. تعالى نتكلم بقى على، معلش عايز اطول عليك. لا اتفضل. مستر كولر. احنا دي بنستعرض الراجل وبنتفرج عليه وبنشوفه بيفكر ازاي، ليه مع ليه وعليه مع ليه، كويس؟ احنا لينا رؤيه برضو. بنقول اللي لينا واللي علينا، كويس؟ الراجل بيخليك تلعب كره هجوميه بحته، ودي سمت الفرق الكبيرة. خلاص لما يبقى عندك نص ملعب زي ده، انا العب. لما يبقى البديل عندك زي مروان النهاردة، العب باي اسلوب هجومي اشوفه. وبرجع لك تاني اقول لك اللاعب هو اللي بيفرض نفسه على عادل. كان يقول لك ايه عادل؟ احرجني. كمدرب بيقول لك انا عايز اللاعب يحرجني، انا عايز اللاعب يحرجني. فعلا انت لما حسين الشحات النهارده يأدي بهذا الشكل هتلاقيك غصب عنك اجيب منين، اضمن منين ان طاهر محمد طاهر هينزل يبتدي الماتش الجاي يأدي زي حسين الشحات ما بيأدي النهارده. بس هي برضو بتبقى رؤيه فنيه للجهاز الفني قبل كل شيء. ما أنا يعني ممكن يلعب بطاهر الماتش الجاي. انا بقول لك يعني هي رؤيه اللي احنا بنتكلم فيه في الكواليس. مش هنتكلم فيه بعد الماتش ده. مش هنتكلم فيه بعد الماتش ده. انما احنا ممكن نتصور تصورات. خدت بالك الاصابات تؤديه ليها، دي حاجة الحلوه، الحاجه الوحيده الايقافات والاصابات اللي تخليك تغير. لما طول ما انت كسبان وشايف لعيبه بتدي لك وكده، اعتقد انت نفسك انت هتمسك في المكسب، هتمسك في النجاح. ف كنت عايز اتكلم على بس معلش ما انا انت بتتكلم على نقطه يا كابتن، بس مش شرط يعني. انت بتتكلم على نقطه ان ايه؟ الكل جاهز والكل. انا بس كنت عايز اقول حته ايمن. انا مش اللي انت بتتكلم فيه طبعا كلنا عارفينه. انا عايز اقول ان مستر كولر بيلعبك كره هجوميه. ايوه. اللي هي تليق باسم النادي الاهلي. ايوه. او تليق بمكانتك يعني. أيوه. فهو ده اللي احنا بنتحاسب عليه، هو ده اللي احنا شفناه النهارده. صح. رحت على الجول 7-8 مرات، جبت 4 تجوان او 3 تجوان، منهم 5 كانوا يخشوا، توفيق جه في 3 منهم. ويجوز الصعبه ساعات بتخش والسهله، ما الكره بتاعت عبد القادر النهارده اللي بالراس دي اسهل واحده جت النهارده، يروح جايب الاصعب هو. ايوه. اللي هو بيوقفها وبيشوطها. ف كجهاز فني وكاداره ادينا بنقرب في التعارف اكتر بين اللاعبين، كويس، وبين الجهاز الفني، وكله بيثبت وكله بيمضي وكله بيعمل حاله حضور. هي الحاله دي اللي هتوصلنا باذن الله لسان داونز باذن الله، ونكسب باذن الله ونحط اول رجل زي ما النهارده حطينا الثلاث نقاط وارتفعنا الحمد لله، ونعوض الماتشات اللي جايه ويحصل الفارق اللي هو 14 نقطه و9 نقاط عن اللي وراك. هو ده وضع النادي الاهلي الجميل اللي احنا عايزينه. 14 احسن من 9، وممكن يبقوا 17، ما حدش عارف. ان شاء الله يعني الله اعلم. ان شاء الله. فزي ما بيحفلوا علينا بقى
لا انا ما بنحبش حاجات تحفيل. احنا بنرد في الملعب. احنا ما بنحفلش، احنا بنرد في الملعب. احنا بيقول لك اتغلبتوا من ريال مدريد 4 وايه يعني؟ يا عم احنا هناك في احنا هناك بنلعب هناك يعني، مش بنلعب جو هنا. الجو احنا بنلعب هناك. ايوه كابتن. والحمد لله ان احنا كسبنا اسوان النهارده 3. احنا كسبنا اسوان في اسوان 3 النهارده، فالحمد لله. الحمد فوز لله كبير جدا. الحمد لله. وانت فاهمني. الحمد لله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي. اه طبعا الحمد لله، 3 نقاط كانوا مهمين جدا. صح. فوز مستحق من حيث كل حاجه، الفرص، الاهداف، الحيويه، السيطرة، النشاط، السيطره. النادي الاهلي كان متفوق تماما، وبالذات طبعا في الشوط الاولاني. واحنا قلنا يمكن الشوط الثاني ممكن مستر كولر هيبتدي يدي فرص لبعض اللاعبين، وهيريح بعض اللاعبين اللي عليهم ضغط كبير في عدد الماتشات اللي فاتت، زي عبد المنعم وديانج واحمد عبد القادر والشحات. وفعلا ده اللي حصل. ولكن هو بس المشكله في الشوط الثاني، انت زي ما انت قلت اللعب اقتصادي وعلى القد. بس حتى لو انا بلعب على القد واقتصادي، على الاقل اسيطر، اسيطر على اللعب. لكن انت سبت الماتش يعني ايه سجال، وزي ما يكون من جواك انت حاسس ان اسوان مهما عملوا مش هيجيبوا جوان. بس دي مش مضمونه في الكوره. بس يعني انا هقول لك حاجه. يعني احنا لعيبه كوره وعارفين، احيانا لما بتبقى قاتل الماتش في الشوط الاولاني بيجي لك انت من جواك كده خلاص ان الماتش انتهى. هو ماشي. طبعا احساس خاطئ، ولكن انت في الملعب بتحس، خصوصا ان كمان ايه مفيش يعني ما يستدعي انك انت تدوس على نفسك وتخش مش عارف تعمل ايه، ولا قدر الله تتصاب ولا حاجه. فايه فكان الشوط اقتصادي، بس انت من جواك جالك الاحساس خلاص ان الماتش ده خلص. ماشي ماشي جميله يا ايمن. ما هو ده وضع طبيعي. لا مش طبيعي على طول. لا يعني احنا عشنا كلعيبه في بعض الماتشات. ماشي ماشي. انا ما بقولتش ان انك انت مش اكيد ان شاء الله هتكسب المباراه، او بنسبه 99% شكل اسوان الشوط الاولاني مش هيخش في المباراه. ولكن في فرق بين ما انا اهدي الريتم واستحوذ وابقى مسيطر في الاداء، وفرق بين ما انا اسيب الشوط يعني ماشي رايح جاي رايح جاي، اكنه ما انت ما تضمنش الكره في ظروفها، الكره تروح لابسه تديهم حماس زياده. انا اقصد هي دي بس النقطه، مش بقول انه عيب ان الاهلي يقلل الريتم او يلعب على قد المباراه، ولكن ما انزلش بالريتم لدرجه ان انا ابتدي ادخل الفرقه الثانيه جوه المباراه. أيوه. هي دي بس اللي ملحوظه في الشوط الثاني. أيوه. انت يعني ايه سبت المباراه خالص، لانك متاكد او احساسك من جوه وصل لك ان استحاله اسوان هترجع للقاء يعني. لكن الشوط الاولاني من الاشواط الحلوه للنادي الاهلي، من الاشواط اللي النادي الاهلي المفروض يكون عليها. صحيح مش كل مره هتبقى طالع في الشوط الاولاني كسبان 3، ولكن انا بتكلم على الحيويه، على الاداء، على الاصرار. باين حتى في وشوش اللعيبه لما الكاميرا بتقرب، باين التركيز والاصرار على وشوش اللعيبه، مش عايزين يضيعوا وقت في اي كوره، ضاغطين من الاول ومركزين جدا. وكمان من عوامل التوفيق اللي هي احنا بنقول في المباريات قبل كده، الفرص. مزبوط. انت يمكن كلنا اتكلمنا انه تقريبا، يعني انا بتكلم على الفرص الحقيقيه طبعا، ممكن يكون 4 فرص الشوط الاولاني انت جبت منهم 3، فدي نسبه عاليه وكبيره. صح. فالشوط الاولاني شوط نموذجي، شوط ممتاز للنادي الاهلي، صالح بجماهيره اللي هي كانت زعلانه من الاداء والنتيجه اللي حصلوا في مباراه الهلال السوداني. اللعيبه النهارده بيردوا، لا احنا مش دي الحاله بتاعتنا، وده مش الطبيعي بتاعنا، احنا افضل من كده، وده اللي حصل. بس انا قلت لك بس هو الشوط الثاني المأخذ الوحيد مش تهدئه الريتم او الايقاع بتاع المباراه، ولكن يعني ممكن اعمل كده بس ابقى مسيطر على ادائي في الاستحواذ ونقل الكره، مش بكميات الجري اللي كنت بعملها او بالضغط الشديد اللي كنت بعمله، بس ابقى مستحوذ على الامور، متحكم في ايقاع اللعب. متحكم في الامور. لكن ايا كان، ماتش جيد ومستحق، وبالذات الشوط الاولاني طبعا من الاشواط الحلوه للنادي الاهلي. وزي ما قلنا النتيجه بتخدم كمان المدير الفني. مظبوط.
انه بيبقى هيعمل كل اللي هو عايزه. صح. عايز يجرب حد بقاله كتير مثلا زي شادي نزله، عايز يجرب واحد زي القندوسي لسه جاي فعايز يدخله في 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 في, في القماشه بتاعه الفرقه، وانه يبقى خلاص واخد على اللعيبه وبيلعب نزله. عايز يريح ناس زي عبد المنعم وديانجو وعبد القادر بيلعبوا تقريبا معظم الماتشات اللي فاتت، ريحهم بدون خوف لان النتيجه مدياله الاريحيه دي، غير لو كان كسبان 1-0 مظبوط ما كانش هيبقى عنده الجرأه دي ان يغير بالطريقه دي، كان هيغير اللي هو شايفه اصح. صح. كان ممكن ما يطلعش واحد زي عبد المنعم، كان ممكن ما يطلعش واحد زي ديانج، لكن النتيجه 3-0 واحنا يمكن قلنا بين الشوطين هتديله الاريحيه دي. صح. فمبروك المكسب بتاع النادي الاهلي النهارده، ونتمنى ان شاء الله مباراه سان داونز ان شاء الله يبقى الـ 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 بص الـ الـ النتيجه والتوفيق ده انت ما بتعرفش هيجي امتى. ولكن الاداء يبقى زي الشوط الاولاني، الاصرار ده يبقى زي الشوط الاولاني، الحيويه دي والروح تبقى زي الشوط الاولاني. فمبروك وفوز طبعا مستحق 100% يعني. الحمد لله. كابتن عادل الف مبروك، فوز مهم ومطلوب للنادي الاهلي بعد مباراه الهلال وقبل مباراه سان داونز. هو مبروك، واحنا يمكن اتكلمنا وقلنا ان استفدنا من مباراه الهلال، وحتى رغم الخساره ولكن وصلت انك انت كسبت اسوان باريحيه. الحاجه الثانيه المهمه يمكن احنا اتكلمنا بين الشوطين وقلنا ان الماتش خلص وكان يجب انه يغير، حتى قلنا التغييرات يمكن غيرها كل اللي قلناه. يعني واضح ان الراجل بدا يعني بيشتغل على حته توزيع الاحمال على اللعيبه، بمعنى انه مغير كهربا يمكن ده عشان اشتكى، ولكن كهربا كان لازم يكمل لو كان سليم عشان ما خدش دقايق كتير، لكن اشتكى. عبد القادر اتغير وعبد المنعم اتغير وديانج اتغير والشحات اتغير. يعني انت بتتكلم في 4 لعيبه اساسيه من المباراه اللي فاتت. مين اللي نزل؟ لعيب اساسي زي طاهر كان موجود، بيرسي كان اساسي وموجود. فانت بتتكلم يا كابتن ايمن على توزيع احمال من المدرب، ودي حاجه جيده. في حته اللي هو ليه انت ما ضغطتش الشوط الثاني وجبت اهداف اكتر واحرزت اجوان اكتر؟ انا اقولها لك بمنتهى البساطه. النادي الاهلي الفتره اللي لعب فيها انت داخل في 16 يوم او 17 يوم لعب 6 ماتشات. 6 ماتشات منهم ايه بالظبط؟ منهم سفر مرتين، وادي سفريه اسوان تغيير ده الأجواء. سفر برضو 3 سفريات، وانت بتتكلم تغيير اجواء من فرقه لفرقه، من بطوله لبطوله، ملعب. من ملعب لملعب، من فكر لفكر، من تاكتيك لتاكتيك، حاجات كتير قوي كده. تصنيف الفرقه كمان اللي انت لعبت معاها في كاس العالم ومدى قوتها، ولعب 4 ماتشات في غايه القوه في 10 ايام وقوه الفرقه. فانا عشان كده بقول لك ايه، انك انت كتير من الاوقات انك انت تروح لهدفك ولغايتك. الدوري تجمع نقاط، انت فاهمني؟ احنا دائما بنقول الفرق الكويسه الكبيره لما بتبقى مش كويسه بتكسب، علشان ما تجيش في اخر الدوري تتكلم على جمع النقاط. فالنادي الاهلي النهارده مثلا احسن شوط عمله الشوط الاولاني، خلص المباراه. الشوط الثاني انا شايف انه كان شوط كويس جدا من وجهه نظري، لانه اقتصدت جهد، جهزت ناس. صح. ريحت لعيبه، فالاهداف بتاعتك عملتها. فهو كان عنده عده اهداف في المباراه، ياخد ال3 نقاط ده رقم 1 وعملها، حاجه ثانيه يكتر. طيب ويوسع. هقف معاك في النقطه دي لاني برضو عايز اتكلم فيها. يعني كان البعض متحفظ على حته التغييرات الكتير، الستة في البدايه، واحيانا بتخلق نوع من عدم الانسجام او حاجه زي كده. تمام. فاللي احنا شفناه الشوط الاولاني لا عكس الكلام ده خالص. فانت احنا بنسال على حته الجاهزيه الفنيه اللي هو بيبحث عنها مستر الفنيه والبدنيه مستر كولر، والتغييرات اللي في التشكيل اللي هي كل مباراه احيانا بيبقى ليها مميزات، وده شفناه النهارده الشوط الاول، واحيانا
البعض بيقول ان عيوبها اكتر، ولكن اللي احنا شفناه الشوط الاول عكسه تماما. جميل. انت بالتغييرات دي وصلت انك انت عملت من 15 ل 16 لعيب اساسي. صح. يعني احنا بنتكلم على 15 16 لعيب اساسي. يعني انا اسالك سؤال النهارده، بيرسيتاو تصنفه اساسي ولا احتياطي؟ مش تعرف تصنفه ولا ده. طاهر محمد طاهر هتصنفه ايه؟ قفشه هتصنفه ايه؟ حسين الشحات هتصنفه ايه؟ انت فاهم المنتاليتي بتاع الراجل عامل ازاي؟ يعني الراجل بيشتغل بفكر توسيع قاعده اللعيبه وعدد اللعيبه. ليه؟ ليه بيعمل كده؟ لانه اكيد عارف ظروف النادي الاهلي السنتين اللي فاتوا. وعرف كان ايه اللي بيحصل السنتين اللي فاتوا في اخر السنه. انت بتوصل في اخر السنه عشان بتلعب بطولات كتير اكتر من اي نادي في مصر، بتوصل ان انت بتبقى مجهد للغايه. صحيح. فانت عاوز، يمكن موسيماني عملها، لعب اللعيبه كتير قوي واضاع الدور الثاني، وادى يعني فايلر لما ادى لموسيماني اداله فرقه ممتازه. مظبوط. موسيماني ادى لسوارش فرقه مجهده تعبانه. انت فاهمني؟ فانت لما تيجي تتكلم على ان الراجل وسع القاعده شويه، عندك 16 لعيب ما تعرفش اساسي ولا احتياطي، هيجي فتره عليك انا مش معاها دي لما تدخل المباراه القويه، بس ترجع تريح من كاس العالم. انت كنت في وقت من السنه صعب عليك، كان عندك 20 يوم، كان عندك 15 يوم، عندك شهر تشتغل فيه مباريات كتير. ايوه. انت فاهمني؟ عندك وقت كبير تشتغل مباريات كتير ومباريات صعبه، وانت اتكلمت على قوه المباراه في كاس العالم للانديه. انا بلعب ريال مدريد غير ما بلعب ماتش اسوان النهارده، مع احترام الاسوان، لما بلعب فلامينجو غير ما العب فرقه زي مثلا اي اسم، حتى التاني بتاع الدوري اللي بياخد التاني، يعني برضو ده اقوى منه كتير. فانت بتتكلم على مجموعه مباريات، المباراه الواحده بتبقى بثلاث اربع مباريات، ففي اجهاد وفي حاجه. يعني النهارده سعادتي انك كنت اقتصادي، وانت كلمه حلوه قلتها يا كابتن، انت قلت الاهلي كسب بالشوط الاولاني واقتصد الشوط الثاني، دي صح. وهي دي كره القدم. ريال مدريد لما جه يلعبك الشوط الاولاني عمل ايه؟ هي دي، ولعب، والشوط الثاني اشتغل. ما هو دي الفرقه الكبيره. فاحنا النهارده نجحنا في اول حاجه كهربا يجيب جون، ودي حاجه مهمه جدا. وكهربا خلي بالك هيخلي شريف يشتغل، وهيخلي شادي يشتغل. خد بالك النهارده شادي تاني شوط لما نزل مشدود عايز يجري وعاوز يعمل، ومشدود وعاوز يشوط على الجون وعاوز يجيب جون، كهربا جاب جون. هيجي بعديه مين؟ شريف هينزل يجيب جون. يبقى احنا عندنا فرود والتاني والتالت، عندك تلات فراوده بيصارعوا بعض، اللي هياخد مكانه هيحرز اهداف. انت عندك بيرسيتاو، وعندك طاهر محمد طاهر، وعندك عندك وفرة. الراجل عمل حاجه بتحسب، شوف هي بتحسب لمدربين مش بالصح 100%، دايما الثبات. برافو عليك. لكن انت بتتكلم في ظروف، انا موافقه الفتره دي بس. يعني انا موافقه في الفتره بتاعه ال 10 15 يوم دول، ضغط المباريات، من اول سان داونز. لا تقدر بقى انت تلاعب، يعني تثبت شويه. أيوة. لانك هتلعب مباراه قويه في افريقيا. صحيح. ما ينفعش تعمل خلل في الملعب بسته لعيبه. صحيح. مهما كان حصل النهارده، انت لو معاك خصم قوي، يعني مع احترام الاسوان اقوى من اسوان، يعني في بتلعب في بطوله كاس العالم للانديه اي حاجه، وغيرت سته مره واحده، بيحصل خلل وعدم تجانس في الفرقه. وبعدين انت ما بتوصلش للاعيب يبقى في التوب فورم بتاعه. ايوه. بتديني النهارده وبعدين اقعد ابعد، وبعدين تديني وبعدين ابعد. لا، انا محتاج انك توصلني للاجهاد وبعدين تريحني ماتشين ثلاثه. لو وصلنا لكده عقبال ما انا ارتاح والتاني ما انزلش بدنيا قوي. فهي بدا النهارده يعملها، وانا اعرف تماما انه الراجل اللي شغال معاه النهارده بيعمل له الدقايق وبيعمل له الكيلومتر بتاع اللعيبه،
وعارف كل لعيب جري قد ايه ليه دور ومريح ومريح اللعيبه ازاي. التغييرات دي بتدل على هذا. طيب نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن. ضيوفك الكرام الف مبروك الفوز والف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. 3 نقاط غاليه هنا من محافظه اسوان وعلى فريق اسوان في ارضه وسط جماهيره. معانا بعد اللقاء كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي الف مبروك الفوز، الف مبروك الاداء، والف مبروك كمان الاطمئنان على عدد كبير جدا من اللعيبه النهارده. طبعا مبروك، طبعا مباراه كانت مهمه بالنسبه لنا خصوصا بعد الاخفاق في الماتش الهلال، يعني كان مهم جدا نرجع الثقه تاني للاعيبتنا ولجمهورنا. اعتقد الحمد لله النهارده النتيجه واداء زي ما انت قلت برده الراجل فضل اللي هو راحت برده بعض اللعيبه عشان نبقى عندنا ماتش مهم جدا كمان 4 ايام يعني مع صن داونز. فاعتقد الحمد لله اللعيبه اللي لعبت النهارده ادت اداء مميز، نتيجه ولعب واهداف. اعتقد الحمد لله كانت مهمه جدا بالنسبه لنا 6 نقاط. بطوله مختلفه اي نعم، لكن بتدينا ثقه ان شاء الله للمباراه اللي جايه. كابتن سامي يمكن مهما اختلفت الاسماء ولكن السيستم واحد، طريقه اللعب واحده، اي ترس زي ما بقول جديد بيخش في المنظومه يعني بيشتغل بنفس الكفاءه والفعاليه، واعتقد دي من اهم يعني المكاسب النهارده من اللقاء. الحمد لله هو دايما الراجل بيتكلم في النقطه دي اللي هو عنده ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. النهارده الحمد لله في لعيبه بقى لها فتره برده ما شاركتش، النهارده اشرف بيأدي اداء مميز، مروان بيأدي اداء مميز، عبد القادر بيواصل الاداء برده كويس، حسين النهارده ما شاء الله من نجوم المباراه عمل 3 اسيست من اللعيبه برده مميزه. فاعتقد الحمد لله زي ما انت قلت خالد برده بعد ماتش في كاس العالم النهارده برده بيأدي اداء برده مرضي الحمد لله. فاعتقد الحمد لله حتى رامي لما نزل واللعيبه طاهر وشادي اعتقد الحمد لله ادى اداء مميز، لكن التحدي بالنسبه لنا بقى ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله محتاجين دعم جمهورنا المباراه الجايه. انا عارف ان التذاكر خلصت، اعتقد هم بالنسبه لنا هيبقوا دافع قوي، واعتقد الحمد لله النهارده ثقه كويسه لينا وليهم ان هم ان شاء الله نعدل وضعنا تاني في البطوله وان شاء الله ونقدر نوصل ان شاء الله للهدف اللي احنا بنسعى له اللي هي بطوله افريقيا ان شاء الله. بما ان حضرتك بقى ذكرت الجمهور، اكيد حضرتك حابب تقول حاجه لجمهور النادي الاهلي هنا في اسوان واهل اسوان ومقابلتهم الطيبه. يمكن الاوتوبيس ما كانش عارف يمشي في الشارع يوصل للاستاد من كتر الجماهير اللي كانت بتحيي النادي وهو في الطريق. طبعا اهل اسوان طبعا بشكرهم طبعا يعني، ودي مش حاجه غريبه عليهم يعني، اهل كرم وناس طيبه ويقابلونا احسن استقبال يعني. جمهور النادي الاهلي النهارده العظيم بشكره طبعا، واقف جنب اللعيبه بشكل كويس، شجع اللعيبه بشكل ايجابي جدا، ادهم دعم طول المباراه. فاعتقد دي مش حاجه برده غريبه على جمهور النادي الاهلي، عارف ان هم ما كانوش النتيجه ما كانتش مرضيه بالنسبه لهم الماتش اللي فات، لكن ان شاء الله نقدر نعوضها ان شاء الله مباراه صن داونز وتكون بدايه تصحيح ان شاء الله مسار ان شاء الله افريقيا باذن الله. اخيرا بقى الاعداد لماتش صن داونز هيبقى ماشي ازاي؟ خاصه ان انا شايف كل الاعداد بدا من الملعب على طول فور المباراه، اللعيبه اللي ما شاركتش بشكل كامل 90 دقيقه واللعيبه اللي كانت ما شاركتش خالص على طول الاستشفاء ابتدى والتمرينات ابتدت في ارض ملعب اسوان يعني. ده دايما الراجل بيفكر في كده ان كل لعيبه تبقى مستعده، كل لعيبه يبقى عندها فرصه في عدد دقائق، اللعيبه اللي لعبت عدد قليل يحاول يكملوا يعني بعد التمرين زي ما انت شفت يعني، عشان يبقى القرار بتاعه بقى لما يختار لعيبه مناسبه للمباراه اللي جايه ان شاء الله تكون اللعيبه كلها جاهزه يعني. شكرا كابتن سامي، اتمنى لكم دوام التوفيق باذن الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. الف مبروك لحضرتك وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ودايما يا رب النادي الاهلي في انتصارات وبطولات، دايما النادي الاهلي في المقدمه. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. واضح ان في رضا طبعا من الجهاز الفني على اداء النادي الاهلي وعلى النتيجه طبعا، وكنا محتاجينها علشان نطلع من الظروف السيئه اللي عدينا بيها المباراه اللي فاتت. كابتن بلال الف مبروك، كان في روح النهارده، كان في عزيمه، كان في اصرار من البدايه ان انت عايز تكسب. انت اتكلمت على حته الاهداف قبل المباراه وقلت محتاجه بس تركيز. انت ممكن تجي لك النهارده فرصه واثنين وثلاثه واربعه، بس ازاي تعرف تستغل الفرص دي كويس؟ وده اللي حصل الشوط الاولاني، وتقريبا قتل الماتش زي ما انت قلت اكلينيكيا الشوط الاولاني. الماتش خلص الشوط الاول يا كابتن عادل 3-0 مع اسوان، بيلعب ضد النادي الاهلي، نتيجه كبيره جدا يعني، استحاله العوده يعني، وده اللي حصل يمكن، وده اللي ريحك الشوط الثاني، ده اللي خلاك الشوط الثاني بتلعب مباراه تجاريه شويه، تمام، بتلعب مباراه خلاص فيها اريحيه كتيره جدا يعني. الاهلي الشوط الاول استغل الفرص بشكل جيد، قدرنا نسجل 3 اهداف، فرضت سيطرتك من بدايه المباراه، وانا كنت شايف فعلا ان مباراه اسوان كان لابد منها لاكثر من حاجه. الحاجه الاولى استعاده الثقه، صحيح. الحاجه الثانيه استمرارية تربعك على قمة الدوري العام. الحاجة الثالثة تعيد ليك أجواء الدوري العام مرة تانية.
تمام، وتدي جرس انذار كده لكل الفرق الموجودين في الدوري العام المصري ان الاهلي قادر وبقوه، وان فارق النقاط سيستمر مع النادي الاهلي، هيبقى في فارق ما بينك وبين الفرق الثانيه لو حد بيطمح او بيطمع ان انت ممكن تقع. فدي مسج ان الاهلي السنه دي ناوي على بطوله الدوري العام وبقوه ممكن جدا يحسمها مبكرا ان شاء الله بالشكل ده اعتقد. يعني ان شاء الله الحاجه الاهم من كده يا كابتن ايمن ان انت وانت في اختلافات البطولات انك تكسب. صح. انا ممكن يعني امتى بتدور ساعات على المكسب بالنتيجه بالاداء؟ لما يبقى انت بتلعب في دوري واحد او بطوله واحده بتحاول انك تدور على الاداء وتدور على النتيجه معاه. ليه؟ لان الاداء بيجيب نتيجه، احنا في الغالب الاداء بيجيب نتيجه. لكن انت النهارده لما تنتقل من بطوله لبطوله، من ماتش مختلف لماتش مختلف، من اجواء لاجواء، انت بتحاول ان انت في بطوله الدوري العام بتاعتك اللي انت عايز تحسمها وبشكل يعني كبير وبفارق ان انت تحاول انك تكسب. اللي على النادي الاهلي ان يفعله في بطوله الدوري العام انه يدور على المكسب فين حتى وان كان الاداء اقل من المتوقع. يعني احنا الشوط الثاني احنا طالعين مرضيين النهارده من المباراه برغم ان الشوط الثاني الاداء اقل، ولكن انت حسمت النتيجه، انت مش قاعد على اعصاب، مش قاعد متوتر، مش قاعد بتقول انا النتيجه 1-0 ممكن اي ركله جزاء اي كوره اي، لا انت 3-0 نهايه المباراه. فبالتالي الشوط الثاني كان عند المدير الفني اريحيه انه بقى يدخل شادي حسين والقندوسي ورام ربيعه وبرستاو وطاهر محمد طاهر، عندك اريحيه في التغييرات. النتيجه بتعمل كل حاجه يا كباتن، النتيجه بتخليك تقدر تغير، النتيجه بتخليك تقدر تريح اللعيبه، النتيجه بتخليك تقدر تفكر وانت في الجيم ده للجيم اللي بعديه هتلعب بيه ازاي، هتريح مين، هتحط مين، مين يبتدي اساسي. يعني النهارده ممكن يكون الراجل في دماغه كهربا يلعب بس المباراه اللي جايه، فبالتالي النهارده هو بيريح وبيروح ايه اول واحد، تمام، شايف انه ادى الاداء الجيد، سجل الهدف، تعامل مع الكرات العرضيه بشكل جيد، فبالتالي ممكن يكون عنصر اساسي ومهم بالنسبه له في مباراه سان داونز. فبالتالي قال لك انا ممكن اشد كهربا اريحه بدل ما يجي له شد عضل، بدل ما يجي له تمزق، بدل ما يجي له اي حاجه، فبالتالي انا اخليه اريحه يبتدي معايا مباراه سان داونز. صحيح. فالمكاسب الكبيره بتديك افضليه واريحيه انك تعمل حاجات كتيره جدا جدا يا كابتن ايمن. الاهلي في بطوله الدوري العام مختلف، الاداء مختلف، النتائج مختلفه، بتقدر تكسب وانت مستريح، بتقدر تعمل اللي انت عايزه في الماتشات. اختلافنا ما كانش على افريقيا، انت جالك يعني المشكله اللي حصل انك اتغلبت مرتين في بطوله كاس العالم للانديه، فرحت الهلال في اجواء صعبه مختلفه مش متعود عليها، في توقيت صعب، في ملعب صعب، في هواء مختلف تماما، فبالتالي حصل الدروب اللي حصل مع النادي الاهلي بنتيجه بالهزيمه اللي حصلت للنادي الاهلي 1-0. لكن هل الاهلي قادر على التعويض؟ اه طبعا قادر على التعويض، الاهلي كبير جدا، قادر انه يعاد في مباراه سان داونز اللي جايه، قادر انه يكسب باذن الله، قادر انه يحقق نتيجه كبيره باذن الله تعالى المباراه اللي جايه. التشكيل والاداء من وجهه نظري النهارده جيدين. كباتن اتكلموا على تثبيت التشكيل، مهم جدا انك تثبت التشكيل، مهم جدا انك تثبت العناصر الاساسيه اللي انت بتعتمد عليها بشكل كبير جدا. النهارده كابتن عادل اتكلم في نقطه انك عندك 16 لعيب اساسي او 15 لعيب اساسي، في لعيبه بتثبت كل مباراه في الفتره اللي فاتت ان هي عندها احقيه ان هي تكون لعيبه اساسيه في النادي الاهلي. يعني انا النهارده حسين الشحات من اللعيبه اللي عنده استمراريه في الاداء الجيد بقاله فتره، من قبل كاس العالم ثم كاس العالم ثم المباريات التاليه، النهارده بيأدي اداء رائع جدا، اعتقد ان هو يعني هو احسن لعيب في المباراه النهارده من وجهه نظري. صحيح. فالنهارده اداؤه جيد، محمد هاني من اللعيبه اللي اداها جيد وتطور بشكل كبير المباريات اللي فاتت دي كلها. ففي لعيبه كل مباراه بتثبت انه لا غنى عنها في الملعب، ما ينفعش يبقى دي لعيبه بتتبدل، ودي وجهه النظر اللي اتمنى مستر كولر يعني ياخد باله منها، ان في لعيبه امكانياتها وقدراتها تسمح لها ان هي تلعب باستمراريه، تمام، ممكن ما يبقاش ده اللعيب اللي ممكن تبدل فيه. يعني انا النهارده لما يكون عندي لعيب بيكسبني ما ينفعش يبقى انا مباراه ومباراه، لا، في مباريات كبيره جدا لازم اللعيبه اللي انا شايف ان هي شخصيتها وقدراتها وامكانياتها في التوقيت الحالي تسمح ان هي تلعب باستمراريه، لا اديها واديها تلعب كمان، تمام، زي حسين الشحات. انا ما اتكلم بالاسماء يعني عشان ما نروحش في حتت مختلفه، تمام، ممكن التغييرات تبقى في اضيق الحدود. انا النهارده ممكن وانا عايز اسالك في النقطه دي بالذات، احنا بنتكلم كلاعيبه مصريين، انت احيانا لما تكون حاسس ان انت متالق وان انت ماشي كويس في الفتره ديت، احيانا لما بتحس ان انت لازم يكون لك وجود في الملعب والمدرب يجي يسحبك او ما يبداش بيك مثلا الماتش اللي جاي وانت كنت كويس في الماتش اللي فات والماتش اللي بعده ما يدكش الفرصه، هل دي بتاثر على حته العامل النفسي عند اللعيب نفسه؟ مليار في الميه، مليار في الميه طبعا، مليار في الميه.
انا النهارده لما بلعب لما لعيب اخد فرصه وابقى كويس واطلع وارجع اخد فرصه تاني وابقى كويس واغير واخد فرصه تاني وابقى كويس ما العبش ماتشين ورا بعض اعتقد تاثر على نفسي طبيعي. بلال بعد اذنك اقول حاجه كمان فضل. يعني مع كلمه بلال حتى لو وحش انت تقوله لو هو كويس لا انا ممكن ابقى لعيب كويس وجيت في ماتش سيء جدا زي مثلا عدم التوفيق اللي حصل للشناوي ممكن زي ماتش زي انا هو اللي يشيلك يعني مش شرط ان انا لعيب مهم في الفرقه وجيت عملت ماتش وحش قوي ان الماتش اللي بعده ما العبش عشان انا اصل لعبت الماتش ده وحش لا ممكن الماتش اللي بعده ده ابقى احسن واحد في المباراه. اتفضل يا بيه. تمام يا كابتن. النهارده انا بس يعني برضو عايز يعني اخو يعني اتكلم مع حضراتكم في نقطه مهمه جدا. النهارده الراجل ابتدى يثبت عناصر حتى في الحته الهجوميه. يعني النهارده مثلا لما يجي يحتار ما بين اكتر من لاعب يوم حاطط عبد القادر رقم واحد في الحته الهجوميه وبعدين يبتدي يحط حسين الشحات في ناحيه اليمين بيبقى التغييرات عندك في القلب يا اما في رقم 9 يا اما في رقم 10 كابتن. يعني في الغالب النهارده احنا كنا زمان بنحتار ما بين يعني كان يحط الاربعه المدافعين وبعدين يبتدي يحط الاثنين والاربعه اللي قدام فيهم مشاكل. صحيح. النهارده لا بقى يثبت عبد القادر وده بقى لعيب اساسي بالنسبه له ومهم وبيحط في كل المباريات. والنهارده حسين الشحات ابتدى يديله الثقه تمام وابتدى يحطه في الماتشات كلاعب اساسي. الخلل مش الخلل التغيير بقى في اثنين لعيبه النهارده. يعني احنا كنا الاول بنتكلم في اربع لعيبه خمس لعيبه بقى اقل بقى اربع لعيبه النهارده بنتكلم في حوالي اثنين لعيبه بالظبط لعيب رقم 9 ولعيب رقم 10 هم دول وده وضع طبيعي في الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي في الوقت الحالي. في الظروف انك ما عندكش اصلا راس حرب رقم 9 رقم 9 بصفات اللاعب رقم 9 حتى وان كان مين يعني الموجودين كلهم هم يعني مش راسات حرب حقيقيه ولكنهم يقدروا يلعبوا في الحته دي. حسين الشحات في الهدف الاول لكهربا وكهربا الحقيقه ارتقاء رائع جدا جدا وحطها بس بص كهربا هات لي الكره دي معلش هات لي الكره دي تاني وايوه كمل نكمل وحسين الشحات نبص على كهربا لما الكره تيجي لحسين الشحات التحرك الاولاني بص تحرك كهربا ورفع ايده بص بعد كده هيغير ازاي خلاه يعمل له مساحه فيها بص هيروح ويروح عايزها وطلبها وجابها جول اللاعب في ظهره ورايح مع الكوره كمان بيه وهو راجع هو راجع بظهره طبعا ورايح مع الكوره طبعا لا جول حلو وجول حلو والشحات عملها حلوه قوي وعملها بشكل رائع ومميز الشحات في الحاجات دي يا كابتن ايمن الماتشات اللي فاتت دي كلها بيعمل عرضيات رائعه جدا 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 صحيح. فعايز اقول لك اكمل كلامي في ظل انك ما عندكش راس حربه رقم 9 فانت التغييرات هتفضل مستمر هتفضل مستمر مين بيلعب بقى كهربا بيلعب شويه شريف بيلعب شويه حسين هيلعب شادي حسين شويه هيلعب محمد شريف يعني هتبقى التغييرات برضو ما زال هتبقى مستمره الفتره اللي جايه دي لحد ما واحد يثبت نفسه ان هو جدير ان هو يكون رقم 9 في النادي الاهلي. ويبقى عندنا رقم 10 كنا الاول بنقول عندنا مجدي قفشه بس وبرونو سابيو في بعض الاوقات برونو اعتقد انه يعني مش في حسابات الراجل في الفتره اللي جايه دي لكن في قندوسي لعيب كويس النهارده المباراه اللي فاتت نزل عمل شغل كويس الماتش ده لعيب واضح انه عنده ثقه في امكانياته ولعيب مهاري فهنقدر نستفيد باللعيب رقم 10 تاني في النادي الاهلي مع مجدي قفشه لعيب كبير لعيب امكانياته كويسه في بعض الاوقات بيفقد تركيزه لكن النهارده لما تجيب واحد زي القندوسي ما اعتقد ده هيبقى حاجه هتنبه مجدي قفشه هتخليه يشتغل هتخليه لو هو مثلا بيركز بنسبه 60 70 هيركز بنسبه 80 90 100% لان عندك لعيب بقدرات وامكانيات كبيره زي القندوسي لعيب كويس عنده مهارات عنده امكانيات بيعرف يصوب عنده رؤيه في الملعب يعني انا شفنا له لمسات بسيطه بس واضح ان هو لعيب كواليتي النادي الاهلي. فالنهارده كابتن ايمن الراجل من وجهه نظر يعني اختلفنا واتفقنا ابتدى يثبت حوالي 8 9 لعيبه في الملعب النهارده وبيشتغل في عنصرين اثنين بس كهربا مع الاداء اللي بيأديه كل مباراه بيلعبها ممكن يكون هو ده راس الحربه المنتظر بالنسبه لمستر كولر بيفكر فيه ان هو يديله الفتره اللي جايه. هيبقى عندك رقم 10 هو ده بقى الفارق ما بينك هل هتلعب في بعض الاوقات ب 4 3 3 وتستغنى عن رقم 10 ولا هتلعب ب 4 2 3 1 زي ما عملت في كاس العالم للانديه يعني ويبقى انت يبقى هي دي طريقه لعبك اللي بتعتمدها وبتعتمد عليها مع كل الفرق سواء داخل او خارج وهنا هيبقى عندك مجدي قفشه ويبقى عندك القندوسي فاعتقد ولما يعني انت تبقى كمدير فني عندك اكتر من حل لا انت تبقى كسبان اكيد اكيد يا كابتن نايمي عشان كده بقول لك الراجل اعتقد في غضون مباريات قليله مش كتير هيبتدي يبقى عنده 11 لعيب ثابتين صحيح وثلاثه اربعه موجودين على دكه البدلاء هم دول اللي ابتدي يغير فيه صحيح.
معانا لقطه من غرفه ملابس النادي الاهلي والاحتفال بعيد ميلاد ولد من ذوي او طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه. لعيبه النادي الاهلي اخذوه معاهم لغرفه الملابس واحتفلوا بعيد ميلاده. ويمكن اللقطه هنا لعيبه النادي الاهلي مع هذا الطفل، ولقطه ولفته جميله من لعيبه النادي الاهلي. كل سنه وهو طيب. كل سنه وهو طيب وعقبال 100 سنه يا رب ان شاء الله باذن الله. شوفك ان شاء الله في الملاعب يا رب. يا رب ان شاء الله، ربنا يمن عليه بالشفاء يا رب. يا رب امين يا رب العالمين. دايما زي ما تعودنا من النادي الاهلي، النادي الاهلي بيكون ليه دور مميز في التعامل مع هذه الحالات، والدور المجتمعي الكبير اللي بيعمله النادي الاهلي مش من اليومين دول، طول عمره النادي الاهلي مميز جدا في التعامل مع هذه الحالات. والنادي الاهلي حتى ما بيذكرش فوات كتير جدا اللي هو بيعمله، ولكن انا اعلم الكثير عن الموضوع دوت من زمان يا كابتن شريف كمان. اه طبعا، يعني حاله زي دي قد ايه بيبقوا فرحانين حتى في وجود النادي الاهلي، ودي بترفع من نفسيتهم وبترفع من معنوياتهم كبير. حلو. يعني الولد ده ان شاء الله هيبقى كويس، يعني اكيد عنده حاجه علاج طبيعي او حاجه باذن الله. هو الاحتفال في في غرفه الملابس حاجه جميله، يعني انا حاسس بيه طبعا، والشكل ده كانه ابن للعيبه دي. يعني حظنا حلو كمان ان هو موجود وسطينا هنا كمان. طبعا طبعا. نطمن اهاليه ونطمن كل الناس اللي حواليه، وباذن الله هيبقى كويس، باذن الله هيبقى زي اللعيبه اللي جنبه دي واحسن منها ان شاء الله، يعني يا رب. باذن الله بندعي له يعني. لفته جميله يا كابتن اسامه. طبعا ما فيش شك، كل سنه وهو طيب، ودايما النادي الاهلي بيشارك في مثل هذه الامور. يعني حتى لما انت اتكلمت في البدايه كابتن خطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لما راحوا زاروا دكتور مجدي يعقوب، يعني مش عارف اقول عليه ايه، يعني الطبيب اللي هو بيقدم كل خدمات يقدر يعملها لمصر، يعني الراجل انا رحت المستشفى بتاعته طبعا في اسوان وزرتها، وكان شرف لي ان انا اتقابل معاه. يعني راجل في هذه السن وهذا ويعني في ظروفه، وابتدى سنه يكبر، ربنا يديله الصحه والعافيه، يعني ربنا يكتر من امثاله، حتى المستشفى بتاعته اللي هو بيعملها في القاهره دلوقتي. فالنادي الاهلي تملي بيشارك في الاعمال اللي هي زي ديت، فكل سنه وابننا دوت بخير وربنا يبارك فيه وفي اهله يعني. صحيح. ونشكر طبعا الدكتور الكبير مجدي يعقوب على كل اللي بيقدمه لمصر يعني. كابتن عادل، احنا يعني احنا سعداء دائما بكل اعمال بيعملها النادي الاهلي يعني مش جديده على النادي الاهلي دي، اول حاجه. الحاجه الثانيه عايزين نتكلم على العطاء اللي بيعمله الدكتور مجدي يعقوب. بيعمل عطاء كبير لمصر من مده كبيره. يعني راجل يمكن كنا متابعينه في انجلترا، راجل ساب حاجات كتير قوي عشان يجي يروح اسوان ويقعد في اسوان علشان يعالج الاطفال. شايف الـ 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 الناس بتبقى سعداء قد ايه لان ولادهم بتتعالج في الوقت الحالي. اتمنى ان يكون في عندنا يجي الف مجدي يعقوب. الحاجه الثانيه المهمه، النهارده احتفال بالولد الجميل، ان شاء الله يبقى بخير يا رب. احتفال لعيبه النادي الاهلي احتفال بيه من القلب، يعني مش علشان تلفزيون ومش عشان ده، بالعكس. يمكن انا اعرف جيدا ان عشان بس الناس تعرف ان النادي الاهلي ممكن ما يكونش عايز يزيع حاجه زي دي، بس هو عشان الولد يفرح واهله يفرحوا ان هي تتذاع له، يعني دي حاجه جميله جدا واحنا سعداء بيها، لانه ده دور النادي الاهلي الجانبي. كابتن كره القدم دي قوة ناعمة في أي دولة. صح. دي قوة ناعمة. أنت المفترض أنك أنت بتوصل قد إيه التقدم في دولتك من كرة القدم ومن الحاجات دي كلها. إحنا بنشوفها في كل ملاعب العالم.
احنا بنشوف ليهم اماكن مخصصه وان شاء الله يعني حاجه جيده. انا الواحد سعيد وسعيد بيها جدا يعني، وبيبقى مبسوط لما النادي الاهلي بيكون سباق في كل حاجه يعني. ويعني حاجه جميله النهارده، يوم كويس ويوم جميل، ويمكن ده يعني احنا مبسوطين اكتر من الماتش ان الولد ده بقى سعيد توج الفوز، ان هو لا ان هو سعيد يعني. ممكن سعد سعادتنا بالولد ده، والولد ده سعيد دلوقتي بقى افضل حاجه في الدنيا. صحيح، لفته جميله كابتن بلال، وزي ما احنا متعودين دايما من النادي الاهلي مشاركته دايما في اهم الاحداث ديت. وبصراحه النادي الاهلي ليه ادوار كتير جدا زي ما قالوا الكابتن ما بيتحدثش عنها، ولكن لفته من اللفتات الجميله اللي تفضل راسخه في اذهان البعض لمده كبيره جدا. النادي الاهلي يا كابتن ايمن الجزء المحترم المعبر عن مصر الحقيقي، او جزء يعني محترم كبير جدا يعبر عن مصر الحقيقيه. صحيح. يعني لما تيجي تبص على النادي الاهلي ككيان وقيمه كبيره جدا، هتحس ان انت فعلا قدام منظومه فعلا بتحترم نفسها، بتحترم بلدها، بتحب بلدها. الناس المسؤولين عنها بيحبوا البلد دي، مشاركين وبشكل اساسي وداعم لمصر. وده مش جديد على النادي الاهلي على فكره. النادي الاهلي اصلا تاسيسه اللي مؤسسينه هم يعني مصريين حقيقيين يعني. اما بالنسبه طبعا للدكتور مجدي يعقوب، يمكن هو قال الحقيقه حاجه يعني دايما على طول يعني لما بسمعها ببقى مبسوط جدا جدا جدا. الراجل ده نموذج حقيقي لرد الجميل فعلا حقيقي. لانه لما كان معاه حوار صحفي فقال يعني انا اتمنى رد جزء بسيط من خير مصر عليا، مصر علي يعني خيرها على الناس كلها. صحيح. بس الفكره كلها في اللي بيقدر الخير ده، الفكره كلها اللي بيقدر مصر عملت له ايه. يعني كلنا بنحب البلد دي وكلنا نتمنى ان احنا نخدمها في اي مجال. وهو كمان في المجال او في مجال مهم جدا جدا جدا، ومجال صعب جدا جدا جدا، ومجال محتاج تركيز شديد جدا، ومحتاج كل حاجه، مجال القلب. مفيش يعني مفيش اعظم من كده يعني في خلقه الانسان يعني. فاتمنى له يا رب ربنا يطيل في عمره ان شاء الله يا رب يعني، ويكون مساعد كبير، وان شاء الله تتربى تحت ايده اجيال. لان الاهم المهم اللي بيعمله، لكن الاهم الاهم اللي يطلع من تحت ايده يا كابتن ايمن. يعني المهم اللي هو بيعمله ده طبعا ان هو بيساعد. أيوة في يعني خلي بالك كمان بيخلق كوادر. بالظبط، ده اللي انا بقوله. الاهم اللي هو بيعمله، الاهم ان هو بيربي اجيال تقدر تكون لخدمه البلد دي في الحته دي. خد بالك هيربي فيهم حاجتين مهمين جدا انا شايف من خلال شخصيته يعني. هرب فيهم اولا انتمائهم للبلد، حبهم، تاني حاجه العلم الكفاءة اللي هو والكفاءه اللي هو بيديها. فاتمنى له يا رب ربنا يطيل في عمره ان شاء الله كده، وهو صوره مشرفه ومعبره عن مصر الحقيقه، وهو زي النادي الاهلي بالظبط. طيب لو معانا بقى الهدف الاول نحلله كده قبل ما نطلع على الفاصل، لو متواجد نبتدي بيه دلوقتي، لو مش متواجد معانا على الشاشه الكبيره بعد اذنكم. ماشي، ده البدايه كابتن شريف. ضغط من لعيبه النادي الاهلي، نكمل كره عرضيه والاحساس بقى والضغط. خدت بالك حتى الكره لما اتلعبت عرضيه محمد اشرف اتنقل لجوه وقطع الكره تاني، احياها تاني بعد ما كانت بقت مع اسوان، وتدوير الكره وراحت الناحيه التانيه. كل اللي انت بتشوفه ده زي ما بس هنا اثبت هنا اثبت هنا لما اتكلمنا عن كهربا. انا كمان هتكلم على حته الزياده العدديه جوه ال 18 كويس، في زياده اللي كنا بنفتقدها في بعض المباريات، في زياده عدديه مثمره، وفي زياده عدديه ممكن تعوق الكره دي وتاخد الكره من زميلك ما يخلوش يعرف يلعبها جوه الجول. ولكن انت لو شايف في قفشه وكهربا، واعتقد عبد القادر عبد القادر مظبوط، الاثنين يمكن على نفس المستوى، ولكن كهربا هو اللي لغه العيون بينه وبين حسين الشحات فتحت له، بيقول له العب الكره انا هروح، بيرجع بظهره بيفتح المساحه اللي تسمح للي هيلعب انه يقدر يلعبها. ممكن في الكوره دي كمان ممكن هو فتح له السبيس اللي يقدر يسقط له الكوره يلعبها له هناك. انما لو هو واقف مان تو مان مع الراجل اللي قبليه ده وما فتحش ورجعش بظهره كده وبقى بيطلب الكوره، ده بيطلب الكوره عشان يجيب جول. انا بكلم على حته بقى الرجوع بالظهر. الناس تتخيل او تتهيأ لها ان الجول سهل. لا. الجون مش سهل، ده في شخصيه هنا، الجون صعب جدا، في شخصيه هنا لكل لاعب. الراجل اللي معاه الكوره ده شخصيته وتصديقه لطلب كهربا
يعني بيصدق ان كهربا فعلا هيجيب جول. أيوه. وهو بيلعبها له. أيوه. في الحته كمان اللي يسهلها له قريبه من خط السته ما تبقاش صعبه قوي. مزبوط. يعني ولكن هي كجمله كلها على بعض لعيبه شايفه بعض، لعيبه واثقه في امكانيات بعض. مزبوط. فتلعبت الكره دي. صحيح. وكان ليها النجاح يعني. صحيح. كابتن اسامه تحرك كهربا انا عاجبني جدا. كابتن عادل، كابتن بلال طبعا هايله، بس انا عايز اجيب اللقطه لو ينفع من بدري شويه. عشان هو من ناحيه الشمال. لا من ايوه من اول. أيه. بس بص انا عايزك تشوف عدد لعيبه النادي الاهلي. بص كم واحد بيرفع، لو اعتقد كان أشرف. شوف حسين الشحات فين، شوف كهربا فين، شوف احمد عبد القادر، ادي اربعه وجاي من ورا ده اعتقد مروان عطيه. والناحيه الثانيه بص برده مين اللي قافل. يعني انا اقصد حوالي 8 لعيبه في مساحه ضيقه جدا. فاللي انت بتتكلم عليه اللي هو الزياده العدديه والانتشار. ايوه. فلو ما راحتش لده بتروح لده. يعني لما اشرف بعد كده هيلعبها بالعرض. شوف بعد كده اشرف لما عدت هنا وهيجيبها مره ثانيه. بص بقى اللي بص اللي هنا بس هنا اقف. بص ديانج فين ومروان عطيه فين. صحيح. قافلين ازاي. مظبوط. ما هو دي بقى اللي هي بنقول عليها التانية. تقارب الخطوط والكره الثانيه لما ارتدت. بص ديانج فين وعطيه مروان يعني تقريبا 8 او 9 لعيبه مش باقي الا غير ورا محمود متولي. فطبعا خد بالك يا اسامه قفشه فين دلوقتي. وبعد الكره هتكون فين بعد كده. فده الشكل اللي النادي الاهلي طوال الشوط الاولاني كان بيعمله ضاغط جدا على فرقه اسوان لغايه. صحيح. لما راحت من خالد لحسين ثم التحرك الرائع من كهربا وشورته ان حسين يلعبها له في. صحيح. المنطقه دي. ودريك طبعا طلع وسع لنفسه وركب كويس قوي. بس مكانه الطبيعي زي ما بيقول الكابتن عادل والكابتن بلال. يعني تحس ان ده مكان راس حربه، مكان كهربا الطبيعي. يعني احنا بنتكلم على انه بيتحرك كويس كهربا. يمكن على فكره هو بيلعب بالظهر دي. يعني كهربا ملعبها مع المنتخب يا كابتن. كهربا كهربا انا قلت لك ملعبها مع الزمالك قبل كده. لا احنا معانا في المنتخب الاولمبي. ما بقول لك مع المنتخب. كان معانا في المنتخب الاولمبي سنتين. ايوه. كتير قوي كنا بنلعبه جناح، وكتير برضو احيانا كنا بنلعبه راس حربه. فهو كهربا من اللعيبه برضو المتمرسه في المكانين يعني. خد بالك ان كهربا يا كابتن اسامه من صغره يعني من يمكن وعنده 12 سنه كان بيلعب طرف شمال. ايوه. وبعدين اتغير مكانه. لا في اتحاد جده مثلا كان بيلعب قصادي في ماتشات كتير يعني. كهربا كان بيلعب طرف شمال وراس حربه، وكنت دايما انزله حد يمسكه بيتحرك كويس. كان معاه واحد اسمه العكاشي ومعاه فهد الانصار، اللي الثلاثه بيتحرك كهربا زي التحركات دي. كهربا ما تشوفوش الا هو بيجيب جول يعني. وبعدين بيقتصد من جري. جاب كهربا عمل انت في فرقتك تهيألي جاب جول ولا اكيد جاب جول. لا ما جابش. انا لعبت مع يعني انت يا كابتن فاكر العفاشي ومش فاكر جاب جول ولا لا. العكاشي ده لعيب. العكاشي اصلا لا العكاشي لعيب كبير تونسي. لعيب تونسي كبير يعني. بكلمك على اسماء كبيره يعني. بس هو ميزه كهربا كمان ان غير التحرك بيعرف يجيب جول. بص يا كابتن طبعا هداف. ميزه كهربا انه ما بيجهدش نفسه في الفاضي. عنده فكر في التحرك عكس اي راس حربه موجود دلوقتي. انت ممكن تجري كتير لكن توصل للجون عشان تجيب جون سهل. ده كهربا بيعملها. لان الفرود اللي بيجهد نفسه بره بيبقى عنده ما بين 40 و50% من الباور بتاعه بيبقى خلصان وهو الكره جايه له. كهربا تلاقي عنده دقه عاليه في التهديف. يعني دي بدماغ كهربا. قبليه عبد القادر لما طلع كانت اسهل من دي كتير. عبد القادر ما قدرش يعملها. كهربا بيلعب بدماغه احسن. لكن كهربا مش من اللعيبه اللي بيلعبوا بدماغهم زيك ولا زي كابتن رمضان ولا زي لكن بيعرف يوجه. يعني كهربا ما بيلعبهاش جامده. ايوه. بيوجه كويس. يركب كويس بلغه الكوره ويتسند. انت عارف ان هو حجز اللعيب اللي وراه. أيوة. بلغه الكوره مش فاول، لكن هو قفل عليه الطريق علشان ما يجيش من قدامه ويطلعه. صح. انت فاهمني؟ ده كهربا. يعني الجون في البدايه. طب عبد القادر كمان عمل حاجه كويسه. لو شفت الجون تاني وجبته هتلاقي عبد القادر جري على العارضه القريبه. ايوه.
وكان لازم يكمل اكتر في العرض القريبة. بس هو حسين يعني الكرة لما رفع حسين حسين متميز قوي يعني. اوريها لك كابتن لما ترجع. ماشي ماشي كمل زي ما الكابتن قالوا الضغط والحاجات دي كلها ده حاجات جميلة. بس انا هوريك حاجة عبد القادر عملها هو وقفشة. ايوه انتشارهم جوه ال 18 وعبد القادر راح فين؟ نكمل لحد حسين. نكمل لحد حسين. عبد القادر ورا قفشة. نكمل نكمل كمان. بص نكمل كمان. عبد القادر كان فين؟ ورا قفشة. بص عبد القادر جاي على القريبة. ايوه انت فاهمني يا كابتن. أيوه. كان يكمل على القريبة. أيوه. لكن حسين لما طلع الكرة من رجله في العلو ده فعرف فوقف علشان تبقى التانية لما تنزل كهربا. ممكن لو ما كانش يقدر يحطها في الجون كان ممكن ينزلها لعبد القادر. لا صح. تحرك جيد وفكر جيد. جول مميز. والجول اللي تتخيل الناس انه سهل لكن هو مش سهل. وحسين وفي مميز. شغل من حسين الشحات وشغل من كهربا وشغل من عبد القادر وقفشه كمان. وحسين مميز واشرف طبعا في الاول. عارف حسين بيعمل لك حاجه حلوه قوي للنادي الاهلي في الوقت ده. حسين الوحيد اللي بيتخلص من لاعب بيزودك بالكوره يعني مش بيباصي بس بيعدي من واحد فانت بتبقى زياده بين اللعيبه. حسين عند عبد القادر لا عبد القادر عنده سرعاته بيروح على الجون. لكن حسين احيانا لما بينزل بيزودك واحد ولما بيتخلص من واحد في وسط الملعب بيزودك واحد في زياده عدديه. صحيح. عموما هو الجول فيه شغل كويس قوي في زي ما قالوا الكباتن ضغط ان انت عايز تسترجع الكره مره اخرى بعد ما ضاعت منك. تعمل استحواذ مجرد ما الكرة تقطع منك بتجيبها مرة تانية. شفنا لعيبة النادي الأهلي في نص ملعب أسوان جابت الكرة مع أن الكرة كانت في رجل لعيبة أسوان وقدرنا أن احنا نحرز منها هدف. هي دي الروح هو ده التركيز هو ده الإصرار والعزيمة على المكسب من بداية المباراة. ونجح النادي الأهلي أن هو يخلص الجيم في الشوط الأول. يعني هنروح لفاصل نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. تعالوا نروح سريعا لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. من جديد بتواصل مع كابتن ايمن. مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فوز كبير بنتيجه كبيره هنا من اسوان على فريق اسوان وسط ارضه وجماهيره. معانا بعد انتهاء المباراه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد الف مبروك الفوز النهارده والف مبروك كمان الاداء والروح اللعيبه في الملعب. الحمد لله طبعا الحمد لله على المكسب وتوقيت مهم جدا ومع فرقه عامله ماتشات كويسه قوي مع جهاز فني محترم كابتن ايمن رمادي. طبعا يمكن بتتكلم في فرقه ما خسرتش من على الملعب ده من شهر 10 خمس شهور دلوقتي داخل في خمس شهور. اخر مباراه خسرتها كانت مع المحله في الدقيقه 95 كانت تقريبا في الاسبوع الثالث من الدوري. انت داخل دلوقتي في الاسبوع 18 او 19 فده بيبين لك مدى صلابه وقوه الفرقه هنا. لعبوا ماتشات كسبوها هنا مع فرق كبيره كسبوا الزمالك كسبوا فاركو كسبوا البنك الاهلي كسبوا انبي حتى وهم بيلعبوا خارجيا كسبوا المصري وكسبوا سموحه يعني بيعرفوا يكسبوا بشكل كويس جدا. يعني الماتشات اللي لعبوها من شهر 10 لحد دلوقتي هنا في على استاد اسوان كلها يا اما مكسب يا اما تعادل. اللقاء كان مهم بالنسبه لنا لانه جاي كمان بعد خساره في افريقيا فكان مهم ان انت تفصل وما بين المباراه والمباراه ما فيش عدد ايام كفايه. فالحمد لله يعني اللعيبه كانت عند حسن الظن وبرده نفس الكلام اللي بقولته بعد ماتش الهلال هقوله دلوقتي في معمعه داونز والاستاذ طلعوا مباريات افريقيا تقريبا هلعب لمده شهر مطلع كبير جدا من اللعيبه بيشاركوا. اعتقد الاهلي النادي الاهلي ما عادش خلاص فيه لعيب احتياطي واساسي كل لاعبين تقريبا خلاص اي لعيب بيخش الفرقه بيشتغل بنفس السيستم. تلعب في النادي الاهلي يبقى مليار في الميه عندك السمات والقدرات اللي اهلتك ان يتم اختيارك يعني. فهي دي الحاجات اللي انت بتستناها دي الفرص اللي انت بتنتظرها وكل واحد وشطارته وكل واحد ومجهوده وكل واحد وعقليته وكل واحد وشخصيته وكل واحد وقدراته اللي يقدر يفرض بها نفسه يعني. لكن في النهايه عشان تكمل عندك عدد كبير جدا من اللعيبه. اعتقد حضرتك اكيد يعني عندك تعليق على استقبال اهل اسوان وجمهور النادي الاهلي في اسوان وشفناهم سواء في الاستاد او كمان في الشوارع من ساعه ما البعثه جت اسوان. اعتقد حاجه مشرفه جدا. احنا بقالنا ثلاث ايام هنا و يعني مش عايز اقول من ايام انا بلعب من قبليه بكتير يعني. اسوان بلد جميله جدا 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 سواء كان على المستوى السياحي او المستوى السلوكي المستوى الاخلاقي على السمات. الناس طيبه جدا بالفطره و اهلاويتهم بتبقى واضحه قوي وباينه وتعاملهم وكرامهم يعني بتشوفه حتى في الاوتيل حتى في الناس اللي شغاله فبشكرهم عليها جدا يعني.
مباراه سان داونز وعلى طول ما فيش، على طول احنا بنتكلم اربع خميس جمعه والماتش السبت اللي سال شايفه ازاي، وهتتكلموا على لعيبه تقول لهم ايه؟ يعني هنشوف بس البرنامج الراجل هيقوله دلوقتي، وبعد كده هنقفل زي ما قلت، وهنستعد للمباراه مع كبيره، ومباراه كبيره جدا، وخصوصا مع اخفاقنا في المباراه الاولى، فمهم قوي المكسب ان شاء الله في الجاي. لكم دوام التوفيق باذن الله، وان شاء الله الفريق يرجع سريعا كمان للبطوله الافريقيه باذن الله تعالى. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، ودي كانت تغطيتنا هنا لبعثه النادي الاهلي في اسوان، والفوز امام اسوان بثلاثيه نظيفه. دايما يا رب النادي الاهلي في بطولاته، دايما في انتصاراته، ويبقى دايما رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شفنا طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ، وواضح طبعا برضو من كلامه في اريحيه. اتكلم عن مدينه اسوان، طبعا اتكلم على المكسب النهارده، ماتش صعب، فرقه عملت اداء كويس جدا ونتائج كويسه مع فرق مش عايز اقول اتقل منها، ولكن عندها خبرات اكتر منها، عندها امكانيات اكتر منها، ولكن مباراه فعلا كانت صعبه، ولكن قدر النادي الاهلي يحسمها من بدايه المباراه. عايزين الجولين التانيين، لو الجول التاني جاهز والجول التالت جاهز برضو عايزين نحللهم مع كابتننا الكبار. ماشي، يا ريت تجيب لنا ماشي. ده الجول التاني يا كابتن اسامه برضو. بص المنطقه دي، بص فيها كام اربع لعيبه في مساحه قد ايه من النادي الاهلي. ضغط كبير من قفشه على اياجو، ثم مروان عطيه، كمان عطيه، ثم اتلعبت لحسين الشحات برضو. بص اربع لعيبه داخل ال 18، وحسين الشحات بمهاره كبيره، ودي حسين الشحات بيعملها كتير، انه مش شرط زي ما عمل كهربا كره عرضيه عاليه، احيانا كتير بيروح ويلعب لتحت. مظبوط، وشفنا اكتر مره بص عليه. بص طبعا، ما هو اكيد بتمرنوا عليها، لعبها لاحمد عبد القادر. بص انا عايز نجيبها تاني كابتن، بص ضغط لعيبه النادي الاهلي هو اللي خلق الهجمه تاني من اول نص ملعب اسوان. ما انت بتتكلم دي في مساحه، بص مثلا هنا المساحه دي مثلا يمكن 5 متر في 5 متر. يمكن ده مروان عطيه، قفشه وديانج واشرف ومروان قطع ولعبها مره واحده لحسين الشحات، يعني قطع ثم تمريره على طول. حسين هنا شايف احمد عبد القادر ولعب له لتحت باينه جدا يعني. واحمد عبد القادر اتحرك كويس، طبعا اتحرك كويس، كهربا اتحرك كويس، قفشه اتحرك كويس لقدام، وحسين خد قرار سليم ولعبها لتحت لعبد القادر وسند وشاط. وكان ممكن طبعا يشوط مره واحده، ولكن يا السنده طولت شويه، بس طبعا هو شاط بوش رجله كويس، فكمان حصل فيها توفيق ان ما خبطتش في المدافع اللي كان قرب منه وضغط عليه. صحيح. وراحت في الزاويه البعيده بشكل حلو، فهي سمت النهارده الضغط الشديد ده اللي كان بيعمله النادي الاهلي. مظبوط، والضغط ده اسمر عن انه مروان يقطع الكوره ويلعبها، فهو جون من الاهداف الحلوه، سواء من حيث الضغط اللي حصل او التمريره مره واحده لحسين، او رؤيه حسين وتحركات احمد عبد القادر وقفشه. خدت تحرك قفشه خد انتباه اكتر من مدافع، ثم عبد القادر سند وشاط في الزاويه البعيده. ومن الايجابيات النهارده كمان الزياده العدديه جوه ال 18. ما هي الزياده واضحه جدا جوه ال 18. صحيح. واضحه جدا في نص الملعب، ودي جايه من تقارب الخطوط. كل ما الفرقه بيحنوا عليها بيلعبوا كتله واحده، الخطوط قريبه، فبتلاقي المسافات مش كبيره، فاي كره بتسقط في منطقه زي الصوره دي كده بالظبط. بالظبط، انت بتتكلم في 6 أو 7 لعيبه في مساحه يعني 25 يارده او تقريباً. ما يعني تقريباً. الميزه كمان يا كابتن في الماتش ده وفي الهدفين كمان، انت شوف انت بتقطع منين، بتضغط منين، بتضغط من نص ملعب الخصم، اقرب منطقه انك تسجل منها هدف. صح، انك تضغط من منطقه الخصم نفسه. ده اللي انت عملته في الهدف الاول. مزبوط. وده اللي انت برضو عملته في الهدف الثاني. انت بتقلل وتقرب مسافه. ضغط. فكنت كابتن اسامه كان بيتكلم على الهدف الاول، احنا 8 لعيبه قدام ال 18 الهدف الاول، المره دي برضو انت بتقطع في نص ملعبهم، بتضغط. مزبوط. بتقطع في نص ملعبهم، فعندك سرعه التحول وعندك المساحه اللي تشتغل فيها. يعني نسبه هنا بعد اذنك. او فعلا كابتن، لا بص انت كام لعيب، 1 2 3 4 وفي 3 قدام 7 7 حسين الشحات 7 لعيب. مظبوط، 7 لعيبه وبتضغط في نص ملعب الخصم اسوان. صح، فبالتالي لما تقطع
انت قريب جدا للجول بتاعهم. في حاجه كمان انك هتلاقي مساحات فاضيه زي ما حسين لقى مساحات فاضيه كده مع كره مع الخصم. انت بتضغط تمام، وهو لقى مساحه اتحرك فيها، هو عنده لان هو ما بيدافعش، هو مش حاله دفاعيه هو حاله هجوميه، فبالتالي انت عندك مساحات تشتغل عليها. فلما ضغطت هنا في الكره دي والكره اللي فاتت تمام، بقى عندك المساحه وبقى عندك التوقيت انك تعمل خطوره وتسجل اهداف. عشان كده دايما احنا بنقول ايه، الفرقة الكبيرة ما يميزها ان دايما تضغط في نص ملعب الخصم تمام، عشان يبقى اقرب للجول تمام، يبقى عشان كمان يلاقي المساحة اللي يشتغل فيها. جول الهدف الاول والهدف الثاني ده نموذج يعني محترم جدا للضغط والاستخلاص ملعب الخصم. نخش بقى على الجول الثالث لو متواجد معنا، الهدف الثالث لمحمد نوجزي اهو، دي البداية، ده من خالد مروان برضو لحسين اللي عملها وان تاتش حلو قوي، وقفشة بصراحه انهاها نهايه هايله. مش يا كابتن، اهم ما بيميز الاهلي النهارده في الاجوان بتاعته لما بيدافع بيهاجم ازاي. ودي كره القدم الحديثه، بمعنى انك وانت بتدافع هتعمل ايه لما تقطع وتهاجم ازاي. الجون الثاني كان كده، لمسه واحده حسين كان لوحده، خلي بالك الجون ده استخلاص من خالد. انا عجباني قوي لمسه حسين الشحات دي، ما والتحرك واللمسه واحده وقفشه والوقفه بتاعته. بس في ميزه بقى في قفشه عملها كويس قوي، انه بالاتجاه ده وبالطول يعني يعني فيها صعوبه جامده قوي الشوطه، خلي بالك انك انت عمودي كده وبتشوطها. لكن الميزه انت عايزها، الميزه يا كابتن في الاهلي النهارده ودي قلناها ثلاث حاجات، يمكن انا كلمتك على ثلاث نقاط، قلت لك اللمسه الواحده واتعملت، رقم اتنين انك تخلص اي فرصه تجيلك وانت عملتها، رقم اربعه انك انت ما تعملش عمق عشان تقطع بسرعه. والكره الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها، خدنا الكره الثانيه وعملنا اللمسه الاولى وجبنا الجون مبكر وجبت الثلاث جوان ورا بعض، قضيت على السيناريو اللي ممكن يعملوه. لكن هنا الانتشار بقى بتاع لعيبه النادي الاهلي انتشار جاي. بنتكلم برضه عن حسين ومروان عطيه، كان ليه بصمه برضه في عملها كويس قوي. عملها كويس قوي بس يا كابتن في الاخر اكتر واحد ساعدك النهارده الشناوي. يعني محمد الشناوي النهارده رجوع لفرقه اسوان صح، بعد واحد بعد 2-0 لما يجي اسوان يتعادل بالبنالتي صح. ما ننساش ان محمد الشناوي صد 2 بنالتي في ماتشين ورا بعض، في بطولتين مختلفتين، ما ننساش ان محمد الشناوي شال اكتر من كره خطر صح. ممكن بتحصل موقف في الكره شمس مش شمس، لكن هي البنالتي اهو يعني الشناوي عاملها برجله، شايلها هايله رايح الشناوي النهارده. طب افرد الجون ده دخل، خلي بالك ده كان برضه نقطه تحول لو كره دخلت. فرقه اسوان هتعلى نفسيا صح، مش تبعد عن الجيم، ما تيأس من الجيم، تطلع بين الشوطين 2-1 ما كنتش انت تروح تجيب الجون الثاني. فتحيه لمحمد الشناوي النهارده اللي عمل اداء متميز. واقول لك حاجه برضو الشناوي بص يا كابتن، نكمل مع الشناوي بس خلينا هات لنا الكره دي ثاني برضو، الكره برضو الثانيه ده نفس الكره الثانيه بالظبط. بص برضو الضغط هنا، عملت ضغط وعملت استحواذ، بس كان يجب قفشه يستدي شويه فيها، كان لازم يلعب السهل تاني، يلعب السهل قفشه يجيبها جول كمان يديها له تاني. بس خليني يا كابتن اكمل لك على محمد الشناوي بس فضل. علشان ده امر مهم جدا صحيح. محمد الشناوي شايل النادي الاهلي بقاله سنين، و الحارس المرمى لما بيخطأ كل مثلا 40 ماتش 50 ماتش يخطأ له خطأ واحد، ها مبلوع وخطأ غير مقصود من الشمس، بقى هيبقى الشناوي جون مصر الأول، وهيبقى الشناوي هو صمام الأمام بتاع فرقة النادي الأهلي في الوقت الحالي، وهو الجون لمنتخب مصر الأولاني. فمش خطأ ممكن يخليك ثقة أي حد تتهز بالشناوي. ايوه النهارده الشناوي اثبت انه رجل لاعب كبير، يعني اي حد، حتى البنالتي اللي صده في الهلال والبنالتي اللي صده ده مش سهل، ايوه البنالتي مش سهل
صد في ريال مدريد وصادت من مودريتش كمان خلي بالك وصادت من مودريتش ادي الثالث ده احنا بنتكلم على ثلاث بطولات يعني انت بتتكلم على يعني محمد الشناوي صد ركله جزاء في طول كاس العالم وبعدين عايز اقول لك صد قدام الهلال السوداني طب لا افريقيا وصد النهارده كمان في الدوري المحلي احنا واحنا قاعدين قبل ضربه الجزاء مش انتوا الاثنين قلتوا الشناوي هيصد الكره دي هيصد الكره دي كان عندنا ثقه في غيره احساسكم ان هو راجل عنده وجود ومن مميزاته خدت بالك وهقول لك حاجه عينه وهو بيبص على الكره في حد زعل من الشناوي في الماتش اللي فات على فكره يعني لو في حد اتكلم مع الشناوي فدول مش الاهلاويه النادي الاهلي جمهور الاهلي يعاتب بدون ما يعني بالمعنى يخرج عن النص يخرج عن النص عمره ويعرف جيدا اللي بيلعب بقلبه شناوي كابتن فرقه النادي الاهلي بيلعب بقلبه بيموت نفسه عشان فرقه النادي الاهلي انا بحييه وبقول له يا شناوي ثلاث ماتشات ورا بعض اقوية جدا انك انت صدت الثلاثه بنالتي دي واحد اثنين صديت في المباريات في كتير قوي مختلفه في ثلاث بطولات صديت حاجات كتير جدا يمكن الاجوان اللي دخلوا في ريال مدريد وفلامينكو لو شناوي شالوا يجي 6 7 كمان يعني كان في ضغط عليه بيلعب لعيبه جامده قوي ماتش الهلال لعب مباراه جيده ولكن خطا غصب عنه الشمس رغم ان انا بقول له بعد كده حتى لو في شمس يا شناوي وانت نازل البس بورنيطة يعني دي الحاجات ما تخليكش مهمل في الموضوع ده لما تيجي تلاقي الشمس كده اتعلمت صح. تنزل تلبس البورنيطة علشان الشمس ولكن في اخر الامر محمد الشناوي هيبقى هو جون مصر الاول وحارس النادي الاهلي الاول وانا بقول له يا شنو انا هديك يعني انت بتدي كل 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 ماتش احسن لاعب لا انا ادي له احسن لاعب في الشهر كله كابتن اسامه كان ليك تعليق على تألق محمد الشناوي كنت عايز تدي له يعني حقه طبعا الشناوي من الجوانب المهمه جدا في تاريخ الكره المصريه وسواء في المنتخب او النادي الاهلي عمل ماتشات كبيره جدا فتره طويله اي حارس مرمى في العالم بيجي له فتره ممكن يبقى يخطئ فيها اخطاء بسيطه يعني وده شفناه حتى في كاس العالم يعني حتى في بطوله كاس العالم وحتى في بطوله انديه كاس العالم في اجوان حراس غيره يعني بتحصل ولكن الايجابياته اعلى بكتير صح. وزي ما عادل قال يعني انت بتتكلم في محصله لكن انا مش هفضل كل مباراه لعيب عندي بيلعب بمستوى ثابت يجي يخطا خطا يبقى ده يعني بعيد وده يقعد وده المفروض ما يلعبش وده المفروض لانك انا قلت لك ممكن جدا بالذات اللعيبه اللي هي بتبقى اساسيه ممكن جدا النهارده ابقى اسوأ واحد في اللقاء وممكن الماتش اللي بعده على طول ابقى افضل لاعب في اللقاء لا مظبوط بس هو انت عارف هو الناس كتير. بتاخدها كده ليه لان خطا حارس المرمى خطا ملموس احنا كلنا كنا بنخطئ في الملعب ولكن حارس المرمى لما بيخطا ويكلم الفريق هدف فالهجوم بيبقى عليه خطا مكلف انا ما بتكلمش على ان الناس ما تعاتبش او تزعل لا انا بكلمك على رد فعل الناس ده طبيعي بس احنا بنتكلم على في ردود فعل بتبقى بيبقى مبالغ مزبوط. فيها جدا صحيح يعني كلام انه لا بقى المفروض يقعد مش عارف ايه لا الكلام ده مش مظبوط يعني مع اي لعيب كره صحيح زي ما انت بتقول انت وبلال انه حارس المرمى خطأه بيبقى اوضح من اي حد ان الكره خلاص بتبقى في المرمى انه اخر واحد لكن انا بتكلم حتى مش على الشناوي على اي حد يعني لما نيجي نتكلم برضو على محمد شريف لما نيجي نتكلم فتره على قفشه لما نيجي نتكلم فتره ما هو انا مش هفضل كل لاعب بيخطا خطا او او ضيع فرصه او ما كانش موفق ماتشين ثلاثه او ان انا افقد ثقتي فيه انه 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 ده لا يصلح مثلا او ده مفروض حد يمكن حد غيره لو لعب يبقى اقل بس انت مجرد انت مش عايز تشوفه في الموجود فالاخطاء وارده ومحمد الشناوي من الحراس اللي جيدين جدا وطبعا توقيت النهارده صدوا لضربه الجزاء كانت الدقيقه 43 نقطه تحول في المباراه نقطه تحول صحيح. كبيره جدا في اللقاء صحيح كابتن شريف صن داونز مباراه مهمه مباراه صعبه جدا يوم السبت من وجهه نظري
ان لا بديل عن الفوز للنادي الاهلي. كلام مظبوط. لازم تلعب بنفس الشكل اللي لعبت بيه النهارده. محتاج لفوز، انت محتاج لفوز يوم السبت ان شاء الله. محتاج اولا انت لو كسبت الماتش اللي جاي ده بتحل لوغاريتمات كل الاحتمالات. صحيح. اللي هي انا اخد بونت وبعدين اكسب في الكاما قطن الكاميروني بالزبط. وبعدين هي اللي يجي لي هنا اكسبه واروح اعمل نتيجه مع واستنى كمان ماتش وهيعمل ايه واشوف الفرقه الثانيه بتعمل ايه. انت تكسب ومالكش دعوه بحد، تبص في ورقتك زي ما اتعلمنا وتكسب. تكسب واحد واثنين وثلاثه تقدر ان شاء الله. هتلاعب فرقه كويسه. لا لعبت الاقوى من صن داون الفتره اللي فاتت دي في ال 17 يوم دول لعبت اعتى الفرق. ما افتكرش صن داون قدهم يعني. رحت للجون، رحت للجون وما فيش ما فيش غير اللي بتنفق عليه كلنا هنا التوفيق. التوفيق ربنا هيديهولك لما الاقيك انت عندك الرهبه. لما يجي زي النهارده بتلعب على ارض صلبه ما تلعبش عليها كره يعني بارتياحيه قوي وتلعب ماتش زي ده ومن الهيد تجيب جول، الشوطه تجيب جول، العرضيه تلعبها جيده، اذا في تركيز. اذا انت عندك الامكانيات من جميع امكانيات اللعيبه اللي في الملعب دي تترجم لك اي فوز. تترجم لك من ناحيه الشمال، تترجم من ناحيه اليمين، تترجم من العمق، بتكسب كل يوم لعيب زياده عندك في السكواد بتاعك بيديك ارتياحيه انك انت تحط اي تشكيل مش هيبقى عندك مشكله خالص. صحيح. ده لعب 20 دقيقه، ده لعب 40، ده لعب 60، لعيبه منتجه كلها، لعيبه عندها لما بتلعب في ظروف طبيعيه، هتلعب في ظروف طبيعيه على الارض احسن من اللي انت لعبت عليها ان شاء الله. في 10,000 متفرج ان شاء الله. ده التذاكر في لفته حلوه قوي جدا يعني متعودين عليها من جمهور النادي الاهلي. بمجرد ما تذاكر المباراه نزلت في السوق خلصت في خلال 15 دقيقه. انا عايز تذكرتين يعني، في ناس طالبين مني تذكرتين. هنجيبهم منين انا وانت؟ استنى بقى ماتش القطن. انا عايز نتدخل نتكلم نروح نتكلم. ف جماهير الاهلي وهي بتشوفها وهي بتحيي فرقه الاهلي في المدرجات يخليك تبقى عايزهم 40 50 الف يمين وشمال كويس في مباراه زي دي. ف بتدي للعيبه ها ان احنا في ظهركم دايما على الحلوه وعلى المره وفي كل حاجه ومقدرين. انا بقول لجماهير النادي اللي حصل في السودان ده طبيعي جدا. الارض دي ما يتلعبش عليها والله ولا الجو ده يتلعب فيه كوره اصلا. انا لو هناك مش هعرف العب كوره اصلا. والناس قعدت تقول ده بيحاول لفرقته بيهون الخساره. والله ابدا، هي دي الحقيقه. ولو كنا كسبنا كان ارض وارض ما يتلعبش عليها كوره ونفس القصه. ففوز المباراه الجايه باذن الله لازم يبقى له ما عندناش وقت كمان. صحيح. يعني ثلاث ايام يومين هنفك اللعيبه النهارده وتلج وبتاع من كل اللي حصل ده. وهتروح تستريح برضو من الرحلات اللي انت جاي فيها من الهلال لاسوان لمصر. ما عندكش وقت تتمرن غير ان اللعيبه لو دخلت معسكر يا ريت يعني. انا تهيألي لو رجعوا راحوا بيوتهم ورجعوا تاني يوم على المعسكر تدريب، واعتقد الملعب النادي الاهلي مش جاهز اليومين دول، بيتمرنوا في مدينه نصر. أي. على ما اعتقد. أي. فيبقى في معسكر قريب من مدينه نصر وكمان وهيبقى قريب كمان من الملعب. ده هيفيدنا كتير قوي. اللعيبه هتبقى في الخطوتين دول. فوز مهم جدا وفوز النهارده. عدوا اول 3 نقاط في الدوري، عايزين 3 نقاط بقى ان شاء الله بتوع افريقيا باذن الله. باذن الله رب. كل الدعم وكل التوفيق ليكم باذن الله في المباراه الجايه. فوز ضروري يا كابتن اسامه للمباراه الجايه على صن داونز ان شاء الله. ان شاء الله. استعدادات، كلمنا على الاستعدادات وخصوصا الاستعداد النفسي. يعني النهارده كان مهم المكسب. يعني احنا اتكلمنا فيها قبل المباراه ان هي معنويا كمان قبل ال3 نقط. يعني 3 نقط طبعا مهمين عشان الدوري العام، ولكن قلنا معنويا عشان ال3 هزايم اللي كانوا ورا بعض. النادي الاهلي يخرج من الموضوع ده. واعتقد اللعيبه الشوط الاولاني تحديدا اكتر يمكن كان واضح ان عندهم الاصرار والمعنويات الكبيره انه لازم يكسبوا المباراه النهارده. وفعلا ده اتحقق لهم بتركيز كبير. فهو ده اللي احنا طالبينه ان شاء الله الماتش الجاي. يعني عدد التدريبات اللي هتحصل قبل المباراه، انت بتتكلم النهارده الثلاث، بكره الاربع، الخميس، الجمعه كده كده بيبقى خفيف جدا.
وبكره وبعده برضو هيبقى في استشفاء بكره، لانه الناس اللي لعبه النهارده ما تقدرش تعمل، يا دوب الخميس يعني حمل بيبقى متوسط كده او بعض الحاجات البسيطه لبعض الناس، وثم تمرين خفيف والمباراه يعني. فالموضوع مش موضوع تدريب في الملعب قد ما هو حاجتين مهمين جدا، الاستشفاء اللي هو بقى كل الامور اللي احنا بنتكلم عليها، ودي خاصه بالناس بتوع التاهيل واللياقه البدنيه والدكاتره اذا حد فيه كدمه الحاجات دي، استعداد النفسي الجيد كمان، انه ينام كويس، انه التدليك كويس، انه المغاطس والحاجات دي، ودي كل الحاجات دي طبعا مستر كولر والجهاز المعاون فاهمين الكلام ده اكتر مننا وعارفين الكلام ده، ده جزء كبير جدا من الموضوع. الحاجه الثانيه التهيئه النفسيه بالظبط، وانا قلت لك قبل ما تبقى جماعيه فرديه مظبوط، يعني كل واحد بيقعد مع نفسه كده يقول انا ليه النهارده كويس قوي والناس بتشكر فيا، وليه مثلا في مباراه زي الهلال السوداني الناس بتقول انا مثلا وحش، ايه السبب؟ هل انا سهرت؟ هل انا ما عملتش استشفاء كويس؟ هل انا ما كنتش مركز؟ هل انا ما كنتش خرجت من موضوع كاس العالم والحاله بتاعت الملعب والجماهير والريال مدريد وفلامينجو، فداخل فداخل مش محضر ذهني، فكل الكلام ده معاك انت فرديا الاول، كل واحد مع نفسه قبل حتى ما مستر كولر يتكلم جماعيا او قبل سيد عبد الحفيظ وسامي والجهاز، دي نقطه خطيره جدا. فهو ده التركيز الذهني ده، لانك كره صحيح بتتلعب بعضلاتك وكده، بس النمره واحد تفكير صح، يعني استعداد في التفكير ذهني بان انا اتحرك ازاي، اقف ازاي، طب انا اريح نفسي ازاي، اخلي عضلاتي مستريحه ازاي، ايه اللي بيريحني. فكل الحاجات دي مهمه جدا، وانا ما اخافش على النادي الاهلي لو لعب بنفس الروح والاصرار بتاع الشوط الاولاني، واحنا شفنا في الاهداف كلها لما بنجيبها الشكل اللي بيضغطوا بيه وشكل التقارب الخطوط وسرعه الاداء وكل الكلام ده، اذا هو موجود. أيوه. المهم انه يطلع، عشان كده انا قلت لك قبل المباراه الطبيعي في فروق بين الاهلي واسوان، بس وقت المباراه نفسه بقى اللي هو اللحظه اللي الناس هتنزل فيها الملعب، هل هعمل اللي عليا عشان الفروق دي تبان، ولا هلعب بتكاسل زي ماتش الهلال؟ لا ان شاء الله مفيش تكاسل، لا انا بقول لك يعني فانا اقصد انه الحمد لله ان احنا كسبنا النهارده وبالنتيجه الكبيره ديت، واللي الاهلي لو كان اهتم اكتر الشوط الثاني كان ممكن يزيد عدد الاهداف، انه تخرج منها زي في مباراه كبيره زي سان داونز، انك انت محتاج الثلاث نقط، فلو لعبت بنفس الروح بنفس الاصرار بنفس التصميم، التوفيق في الاخر بتاع ربنا صحيح. المكسب ان شاء الله هيجي لك صحيح. فبالتوفيق ان شاء الله مباراه سان داونز باذن الله. كابتن عادل، مباراه صعبه ولكن عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي انها تحسمها من بدري ان شاء الله. انت اشتغلت فيها من النهارده من الشوط الثاني، انت شغال فيها بالزبط. بدات فيها من الشوط الثاني، بدات حتى من قبل المباراه انك انت نظمت احمال لعيبتك والكيلومتر بتاعهم، اكيد هو مصمم على تشكيله او حاطط دماغه في التشكيل لانه درس صن داونز كويس، لازم يتفرجوا على اخر ثلاث ماتشات ليهم، اكيد عارف الطريقه اللي هيلعبهم بيها، فكان النهارده اشتغل على ماتش اسوان عشان مش بطريقه لعب صن داونز لكن بالافراد اللي هتلعب صن داونز، ممكن يكون ريح بعضها ويعني تشكيله صن داونز محطوطه يعني. انت لازم نعترف انك انت في موقف لا تحسد عليه، انت لازم المباراة لابد الفوز، يعني انت قصدك ان مستر كولر حاطط في دماغه الفريق اللي هيبدا طبعا من قبل ماتش طبعا النهار. كابتن كل فرقه وليها رجالتها، او كل مباراة وليها رجالته، بمعنى انك انت ممكن تكون انت كويس النهارده وبص تلاقي نفسك قعدت زي ماتش ريال مدريد، حسين كان افضل واحد في الماتش اللي قبله وقعدوا الماتش ده من وجهه نظره بيعمل حاجه تكتيكيه، فهو هتشوف هيعمل ايه تكتيك. لا كان افضل واحد في ماتش ريال مدريد وبعدين سحبه وبعدين عادوا الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده يعني كان العكس، لكن انت بتتكلم على تكتيك مدرب بيبقى حاطط للمباراه دي وبيتفرج عليهم كويس قوي، وانت بتتفرج على اخر ماتشات ليهم عشان تعرف بيلعبوا ازاي وبيشتغلوا ازاي، رغم ان الفرقه الثانيه برضو
لما تيجي تلعب الهلال غير ما تلعب الاهلي غير ما تلعب القطن الكاميروني، كل مباراه ليها تكتيكها، وكل وحتى بره غير جوه. صح. حتى انت احيانا بتلعب تايم قد ازاي وتغير التايم الثاني، احيانا بيبقى عندك كسور في لعيبتك من الناحيه البدنيه فانت بتلعب بطريقه ما تجدهمش، وبرده ممكن تكون انت عندك اصابات كتير قوي فبتلعب بلعيبه تانية فما تقدرش تلعب بالطريقه اللي انت عايز تلعب فيها، انت فاهمني؟ فدي من الحاجات يا كابتن اللي نقدر نتكلم فيها احنا كمدربين مثلا، انه بتحضر لثلاث اربع ماتشات ولكن ما بتقولش للعيبه. أيوة. انت ماشي مع اللعيب ماتش ماتش. أيوة. لكن انت كمدرب بتحضر اربع ماتشات طبعا. انت بتحضر اربع ماتشات ده لازم. بس هو في نقطه يعني بدون اقطع كلامك عادل، احيانا ممكن تكون انت محضر الماتش اللي بعد. لكن بتحصل ظروف، ولكن احيانا انت في حد ما تكونش في دماغك قوي وبيلعب مباراه يتالق فيها يغير لك تفكيرك. لكن مش معنى كده انك في ال11، لكن ممكن تحصل يعني. يمكن دي مع الاجانب شويه، يمكن دي مع الاجانب يعني ما بياخدوش باعتبارهم قوي. ليه؟ لانه هو بيفكر دايما انه بيوفق اتنين تلاته في مكان. انت احيانا بتلعب لعيب يخدم اتنين لعيبه في وسط الملعب، او بتلعب لعيب يخدم تلاته لعيبه قدام، وحصلت كتير قوي في لعيبه. بس هو يمكن اكبر مثال ماتش ريال مدريد، احنا اتفقنا ان حسين كان افضل لاعب في الفرقتين مش في الاهلي بس، لكن الماتش اللي بعده قعده. مش ما هو ده كان ده ما كانش صح منه برضه، مش ما يعني ده ما كانش صح، ما كانش موفق فيها يعني. احنا ما بنتكلمش صح ولا غلط يعني، ده كان على فكره موفق فيها. احنا ما بنتكلمش صح ولا غلط يا بلال، قد يجوز ان هو يخطا. يا بلال انا ما بتكلمش صح ولا غلط، هو مش وارد ولا انت تملك ولا انا املك. لا مش بتقول عليه صح ولا غلط، النتيجه اللي بتقولها يا كابتن. افهمك بس النتيجه اللي بتقول ان هو لما عمل كده تمام كان ما كانش موفق في التغييره دي، وطبيعي ان احنا نقول لا مش موفق فيها. احنا مش بنقيم الراجل، لا مش تقييم، مش تقييم يا كابتن. لا لحظه، لا لا لا، انت قلت لي انه او ما كانش صح، انا ما بقيمش الراجل. اولا اكتر واحد يعرف فرقته المدرب، احنا ما بنشوفهمش الا الساعتين بتوع الملعب. ما هو احنا كابتن احنا تقلنا بعد الساعتين، هو بيشوفهم طول. لا بص هو بيشوفهم طول المعسكر، طول الوقت عادل، طول الاسبوع. لا خليني بس كابتن اكمل الفكره دي عشان الفكره دي مهمه. المدرب بيشوف اللاعب طول الاسبوع، احنا المفروض بنحلل ما بعد الراجل ما بيعمل. مظبوط، ولكن قبل ما الراجل يعمل احنا ما نحللوش. ليه؟ لان دي بيده تماما 100%. ماشي صحيح كلامك، انا هكمل. العالم كله كده. طيب ماشي، انا ما بتكلمش على مستر كولر تحديدا، بس احنا بنتكلم في العالم كله. حتى لا لو اقول لك بس انه كان غلط. لا هقول لك بس كابتن، احنا بنتكلم على الماتش انه كان غلط كابتن. يعني انا قلت كلمه بعد الماتش يا كابتن. لا انا قلت كلمه، طب هقول لك بس، طب خلينا اكمل كلام. انا هكمل كلام دي علشان دي مهمه. لا لا انا اتكلمت، فبلال انتقدني وقال لي انا ما انتقدتش، انا قلت نظر. لا لا لا، هو قال لي كان غلط، فانا عاوز افهمه يا بلال. كل المدربين اللي بيشتغلوا غير اللي ما بيشتغلوش مدربين، في حاجات كتير قوي انت عادل بتعيش فيها جواها طول اليوم وطول النهار مع لعيبتك. فلما يبقى الراجل غلطان، انا ما بتكلمش على الراجل، انا بتكلم على وجهه نظري. عادل بس اكمل النقطه دي سريعا. سريعا، مفيش صح، كل مدير فني طبعا ظروفه وادرى بظروفه كده، ولكن بالنسبة للجماهير، للنقاد، لأي محللين، هو بيشوف إيه؟ بيشوف الناتج اللي هو الناتج، فبيحلل على الناتج بناء على الرؤية دي. ومنتخبات، مش هقول في كل حتة في العالم، هتكلم بقى على منتخبات كمان، منتخب البرازيل، منتخب الأرجنتين، فرقة مانشستر سيتي. احيانا الجماهير او نقاد او كده لومنا جوارديولا كابتن في الفاينل، لما لعب بالطريقه دي غلط، او غير الفلان ده غلط، هو اعترف بعد كده. مش معنى كده، مش معنى كده تقليلا من امكانيات المدرب، لكن ممكن احيانا زي ما بتصيب احيانا طبعًا ممكن تخطئ. طبعا احنا مش بننتقدك كابتن عادل، احنا بنتكلم على المدير الفني كانت رؤيته. احنا الراجل عملها، احنا بعد الماتش يا كابتن عادل، احنا بنقعد هنا بعد الماتش نعمل ايه؟ نقيم. مظبوط. بنحلل تمام، بنقول لا هو كان المفروض طالما ده كان كويس
كان استمر بيه تمام. أيوة. لان هو في مرحله تثبيت التشكيل. انا مش بقول ان انت مثلا بتقول الكلام غلط، لا انا بقول لك في بعض الاوقات بتبقى قرارات المديرين الفنيين ورؤيتهم ما فيهاش توفيق او في او غلط طبيعي. أيوة. على فكره عادي بتحصل معايا حد في العالم، معايا حد في النقطة بتحصل مع احسن مدرب في العالم سير اليكس نفسه. لا علشان في نقطه مهمه، مش عايش معاه طول الاسبوع. انا ما انا ماليش دعوه كابتن يعيش معاه ازاي، لا قصتي انا مش فاهمني. انا ليا الناتج اللي انا بشوفه في الاخر. ممكن يكون اللاعب هو... نفسه ممكن يكون اللاعب نفسه ممكن يكون اللاعب نفسه مر بظروف صعبه حقيقي صح. ممكن يكون اللاعب نفسه نفسيا مش منضبط. ممكن يكون اللاعب عنده مشكله شخصيه ما يقدرش يقولها الا بينه وبين المدرب وحاجات في حاجات كتير قوي. علشان كده دائما التشكيل ما فيش حد يتكلم على تشكيل مدرب وحش. يعني انا عمري ما اقول ان المدرب نزل تشكيل وحش، ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما بعد المباراه لما اجي نحلل الراجل المدرب اللي بيشتغل، انا بحلل اللي شفته جوه الملعب، ولكن مش من ظروف قعد ده ولا لاعب ده ولا الحاجات دي كلها. هي بس المكسب كابتن، المكسب مكسب الفوز بيغطي على اي حاجه. طيب ما من غير ما طيب لا نبدا بالكابتن بلال. كابتن بلال نجم مباراه اليوم. هو قال انا قلت يا كابتن في وسط خلاص قلت حسين الشحات كلنا متفقين. حسين الشحات الحقيقه بقول الاربعه الاول ما كده زي كل مره. لا احنا كل مره لازم اقول كده عايزين واحد بس في كذا واحد عجبني. لا عايزين واحد بس يا كابتن حسين الشحات. حسين الشحات اكيد. حسين الشحات النهارده هو كابتن شريف. انا الاول ببارك لمحمد اشرف على الاداء النهارده وفوز الفريق. شكرا كابتن على المعلومه. ان شاء الله تكمل بنفس الاحساس وبنفس التركيز. نكمل بقى على نجم المباراه حسين الشحات. حسين الشحات كابتن عادل. انا حسين. يبقى كلنا متفقين ان حسين الشحات هو على فكره في الملعب هو خدها نجم مباراه اليوم. طبعا يعني احيانا كنا بنختلف صحيح. مع حتى اللي بيختاروه في الملعب صحيح. بس النهارده كلنا متفقين صحيح. معنا لقطه على الشاشه لاعتزال كابتن عمرو الحلواني، وده كان احد ناشئي النادي الاهلي زمان. اعتزل النهارده في مباراه الاهلي واسوان، وكانت اخر محطه ليه هي مباراه اسوان اليوم. هو فين؟ اهو قدامنا عمرو حلواني على الشاشه. ربنا يوفقه طبعا ان شاء الله. وكان لعيب مميز ونتمنى له التوفيق. من ناشئنا دول كان هايل. كان لعيب مميز جدا طبعاً. نتمنى له التوفيق في حياته بقى التدريبيه المقبله، اذا كان هيخش تدريب هيخش اداره. نتمنى له كل التوفيق. كان لعيب مميز ولعيب على خلق. نتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه ان شاء الله. هنروح لفاصل، وبعدين نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا. كابتن عمرو حلواني نجم النادي الاهلي السابق واسوان وعلى كبير جدا من الانديه المصريه، يعني خلاص حان الوقت وقررت تعلق حذائك زي ما بيقولوا تعتزل كره القدم، يعني تقول ايه في اللحظه ديت وتقول ايه عن تكريم النادي الاهلي ونادي اسوان النهارده في مباراته في الدوري العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بشكر كل الناس، بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، بشكر جمهور اسوان، بشكر النادي الاهلي طبعا، بيتي تربيت فيه ولعبت فيه، ونادي اسوان لعبت فيه السنه اللي فاتت، عملت موسم استثنائي الحمد لله، جمهور جميل، وانا اخترت الماتش بتاع اسوان والنادي الاهلي عشان خاطر انا لعبت في اسوان والجمهور الحمد لله بيحبني، والنادي الاهلي ده انا تربيت فيه وجمهور النادي الاهلي انا بحبه وبحب النادي الاهلي جدا، فانا شايف ان ده حاجه كويسه ليا ان انا اكون موجود النهارده والحمد لله على كل شيء. يعني اللي جاي بقى ان شاء الله ايه وبتفكر فيه الفتره الجايه باذن الله؟ لا بفكر بقى حياه ثانيه خالص بقى ان شاء الله. بفكر في هاخد كل الدراسات التدريبيه والاداريه ان شاء الله، وانا عندي طموح ان انا اخش في حته الاداريه حاجه بقى اللي هي الحاجات الجديده، وهسافر بره مصر اخد دراسات ان شاء الله باذن الله، وهشوف حاجه جديده باذن واحد احد ان شاء الله. اللفته الطيبه النهارده من الوزير عمرو فاروق النهارده نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وحرصه على تكريمه ليك في الملعب، تقول عنها ايه؟ طبعا سياده العمري فاروق ده حاجه جميله جدا وراجل جميل، وده يعني النادي الاهلي طبعا معودنا على الحاجات زي دي. سياده الوزير حاجه جميله جدا، وكابتن محمود الخطيب حاجه جميله جدا، ما بتاخروش عنا حاجه. وكلمت قبل الماتش كابتن صعب حفيظ بصراحه، قال لي انت عايز ايه، انت ابننا واللي انت نفسك فيه نعمله لك. بصراحه الناس كلها ناس محترمه جدا 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 جدا، وانا فخور ان انا واحد من ابناء النادي الاهلي. شكرا كابتن عمرو، اتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك ربنا يخليك.